انت في البداية. بسم الله. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو عبد الله. يا هلا والله وسهلا. حياك الله. يا هلا ومرحبا يا هلا والله. ابو مشعل الله يطول عمركم. مرحبا. ما شاء الله هلا والله دكتور خالد الدايل الله يبقيك. هلا والله توصل ان شاء الله. تدري ان شاء الله كل شيء على ترتيبك اللي انت تبغاه. الله يرفع قدرك. ما شاء الله تبارك الله دينا. يا هلا والله سهلا شباب. لا انتوا سعود تعقرب الفاكهه كذا بيني وبين الشيخ عشان يطلع شكله بالكاميرا حلو. ايش رايكم الشبابيه عاليه؟ السلام عليكم. العوات سفير الوقف الاسبوع. مرحبا ما شاء الله. نعم السفير. الله يجزاك خير. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك حياك الله. يا هلا ومرحبا. تلاقيت انا وياك اسبوعي. حط فوق حط فوق. لا والله خلاص. ما شاء الله. يلا يا شباب وينكم؟ ما شاء الله. الله يبيض وجهكم ولا يهينكم. الله يرفع قدرك. ما جيت بوقف وعيون طيب ولا جيت برجاجيل معروفين. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. ولا جيت بمجلس ولا افتتاح جديد. الله يقويك ويقوي حزومك. الله يرفع قدرك. الله يسلمك. الله يبقيك الزهراني. ما اسمع. يا هلا والله مرحبا حياك الله. الله يطول عمرك. استريح انا معكم. ايش فيكم تسلمون علي كل شوي؟ لانك غالي. الله يغنيك. ولا سمعنا والله يا ابو عبد الله. الا امرتم في الامارات امرتم في عمان ولا درينا اين تغدي. انا البارح معكم ولا تروح الا بكل علم طيب. الله يرفع قدرك. والرجال اللي يشتغل ما حد ما هو في حال حد. الله يرفع قدرك. لا انت والله يعزكم سلطان. شيخ عليها ظروف طاحت شوي. هذا شيخ القريه سلطان. ما شاء الله اليوم افتتاحية طال عمرك وشغل والبشت ما شاء الله. افتتاحيته ايش هذه؟ اليوم عنده دخولية بيت الشيخ. دخولية الشيخ ما شاء الله. اوه ما شاء الله يا شيخ. ها المتسابقين نقاط والضيوف بعد. لا مايكي مايكي وين؟ ما شاء الله تبارك. اليوم الصبح شفته خصم عليكم واجد. اوه ما خلى في احد فينا شاب. والله انه قرم وانه كفو انه مطلوخ. المايك انا نفس وتنازلت عنه. لا تعلم الناس. السلام ورحمه الله. هلا والله سهل. لا مو هلا والله سهل. اي بيض روش. كيف حالك؟ شلونك؟ طيب ابد الله يسلمك. لا تحلوا تحلوا وراكم انتم الحلوف انتم. الله يسلمك. هلا والله سهل. يحبونك يعزونك. الله يرفع قدرك يسلمك يبارك فيك. هذا اخينا الكبير ابو عاصم. ما شاء الله. نعم والله شيخ فلاح. طيب صل على رسول الله. اللهم صل وسلم على النبي. استريحوا قهوه الشيخ. وين القهوه الفنجان؟ هفا يا شيخ سلطان شيخ القريه. راح نجددها يا ابو عبد الله. جددونا ما باستماره هي. لا لا القهوه الجديده الله يرفع قدرك. سلطان مشطط هناك يا طيبه طيبه. الله ونعم ونعم فيكم جميعا. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام حياكم الله في بساتين نتنقل من بستان إلى آخر، نقطف وردة هنا وزهرة هناك، من ضيف رائع إلى ضيف أروع. هذه الليلة أنا وإياكم في لقاء جميل عفوي بسيط مع إنسان إن تحدثنا عن الخلق الحسن، إن تحدثنا عن الاستجابة السريعة، وهذا ما يحصل إلا من أناس عظماء كضيفنا. ما أذكر اتصلت عليه من علاقة تقريبا 12 و13 سنة و15 سنة في برامج الواقع، إلا يقول يا ناصر أنت بس حدد الوقت وعلى خشمي، بس أهم شيء أني أكون موجود في الرياض
فاقول ابو عبد الله نبيك في رقاف، يقول ابشر وسم ولبيه، الله يرفع قدره ويحرم عن وجهه النار ووالديه. امين. هو في الحقيقه كوكتيل ما شاء الله تبارك الله. ان اتجهنا الى الرياضه فهو رياضي قديم، لاعب المنتخب السعودي لكره القدم، حارس مرمى ولاعب نادي الهلال السعودي. ان اتجهنا الى التربيه فقد الف كتابا في التربيه عن محمد صلى الله عليه وسلم في التربيه. ان اتجهنا الى الخلق الحسن فهو يعني يقتدي بمحمد عليه الصلاه والسلام في الخلق الحسن، لم نراه يوم من الايام له حاقد او حاسد، ما شاء الله تبارك الله، محبوب من الجميع. رحبوا معي بضيفنا في هذه الحلقه الدكتور خالد الدايل. تحيه شباب الدكتور خالد. الله يحييكم، الله يبارك فيكم، الله الله يسلمك، وسعدنا والله بلقائكم. ما شاء الله الشباب، ما ادري ايش انتم مسوين لناصر الغامدي، من اول ما شفته يمدح فيكم، يتكلم عن المرجلة ما شاء الله والفزعة والكرم وكرم الأخلاق ما شاء الله. لأني أنا لاحظت عليه وزنه زايد شوي، الكرشة طالعة شوي، قلت شو السر؟ قال والله ما شاء الله ذبحونا الشباب بكرمهم وأخلاقهم. الله يبارك فيكم. والأمر الثاني أخونا وحبيبنا ناصر الغامدي، ما شاء الله معرفة يعني طويلة وقديمة، وهو تعرف اللي عزه يعطيه شوي، يرفع المكيال شوي يعني، ولا أعطانا ما لا نستحقه حقيقة. الله يسلم، ونسعد والله بلقاءاتكم، ونسعى دائما أن الله سبحانه وتعالى ينفع مثل هذه المجالس. وبعدين حقيقة أنا دائما يعني إذا شفت خاصة مثل المجالس، والله أنا هنيكم ما شاء الله على هالروح الطيبة وهالنفسية العالية ما شاء الله تبارك الله. ترى هذه ما تجي إلا عن شيء واحد اللي هي سلامة الصدر. أي والله مو بكلهم يشيل، في يضربكم ها، في استثناءات ها، في استثناءات أي. أبدا ما فيه ألفة ومحبة تأتي إلا إذا وجدت سلامة الصدر. نعم يعني شوف الصحابة رضي الله عنهم جاءوا من كل أنحاء البلاد ومن أنحاء ومن أشكال وألوان ومختلف القبائل، صحيح، وصاروا كلهم إيش؟ يد واحدة. يد واحدة يا سلام. وش اللي جمعهم على هال؟ طبعا ما في شك أن الله ألف بين قلوبهم، يعني هذا ما في شك يعني، لكن أيضا لسلامة صدورهم. يا سلام. عرفت كيف؟ لأن لو ما في سلامة صدر الله ما اختارهم يكون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك الخلق الحسن سبحان الله والأخلاق الطيبة، لولا أن يعني فيها يعني سلامة صدر، الله ما يجعل الإنسان يعني وش أنت صار الميكروفون عندي ولا أنا مضبوط؟ أنا مضبوط. بس يا أخوي الله يجزاهم خير، تبغون يركمون السلك حقي شافه طالع، فهذاك يأشر يقول زبط سلكك، أنا أخوهم الكبير فهمت يا شيخ؟ أيوه. العمر ولا القدر كلهم على ما قال. ما شاء الله. يطلعون الشكل الزي الله يحرمني. فأقول أبشروا ما شاء الله تبارك الله واستمروا يعني على هالألفة وهالمحبة وهالجمعة وهال ما شاء الله الفزعة وهالنخوة وهالكرم ما شاء الله تبارك الله. يستاهلون الشباب يستاهلون. طيب أنا ودي يعني أنت إيش فيك؟ في سلك ثاني؟ سلك من هنا وسلك من هنا. اي والله اباظه ومنيب مربطيني. طيب انا قبل اروح مع الدكتور ما شاء الله رسائله جميله، وانا اقول دائما موجود معنا اليوم، ودي ان شاء الله بعدين يحدد لنا كل اسبوع كل اسبوعين على حسب فراغه، انه يشرفنا وينورنا ويمتعنا برسائله التربويه. وانا اقول اليوم ركزوا وكلكم اذان صاغيه للكلام اللي يقوله بالاسئله اللي عندكم. طبعا هو كان يعني لها قناة فضائية قديما، قناة روائع الفضائية كان يملكها الدكتور خالد الدايل، فأنا أقول لكم بتاع كله، رياضة، تربية، مدرس، مدير مدرسة، مشرف تربوي، كتب وتأليف، ما خلالنا شيء. حتى القنوات الفضائية ماشي، كان يملك قناة فضائية قديم تقريبا قبل 10 سنوات وحولها أو 15 سنة. والله أنت أضبط مني بالتاريخ ما شاء الله عليك. إيه حلو. يوصل إن شاء الله. فاهم في الأمور الإعلامية ويعي في الأمور الدينية وطالب علم، فمكس في الجمال في وجود دكتور. إن سألتوه في الرياضة في بيجيبكم، فهو يا لاعب نادي الهلال، من الهلالي فيكم؟ الأغلب إذا لم نكن كلنا. لا مو بكلكم، بس أهم شيء كلنا أخوان هنا. كلنا أخوان أكيد. إيه. الرياضة تجمعنا ولا تفرقنا. نعم. إيه نعم. ها شيخ هلالي اكيد. شيخ الشيخ يرسل لي في الواتساب اذا فاز الهلال يقول مبروك فاز الهلال. طيب انا اليوم قبل لا ابدا الشيخ انا ابغى صراحه ابغى اوري الشيخ لانه غالي وعزيز،
ابغى اشخص لكم اليوم بنشيد من هنا وقصيده من هنا طرفه من هنا وسالفه من هنا وسؤال من هنا، يعني جلسه حبيه وديه ما لها موضوع، خصوصا الدكتور خالد اول مره يزورنا بعد النقله النوعيه للشاشه والقناه بكل ما اوتيت من قوه. اليوم زارنا واسعدنا بالكلام خلف الكواليس والثناءات والدعاء المبارك، واليوم نبغى احنا كذلك بيتين من هنا وقصيده. وها من يمتعنا؟ نايف المطيري نبدا به. قبل نايف انتم ما شاء الله جمعتم بين نقائين، نقاء الشاشه ونقاء القلوب. الله الله يسلمك يا شيخ. الله يكرمك. طيب كيف يا شيخ، معلش بعض الناس بيقول الشيخ جالس يسلك لهم يجاملهم، كيف عرفت انهم انقياء القلوب ولا مجامله جبر خواطر؟ شوف سبحان الله كل شيء له اثر، عرفت كيف؟ تعرف الرجال. اي لا كل شيء له اثر دائما، واثر سلامه الصدور ونقاء القلوب هل ابتسامه. الله تحيه للشيخ. تحيه تحيه يعني يمدحكم ولا تعطوا له تحيه، والله انكم بعد لم جاوا يطيركم العجه، لان الحاقد والحاسد سبحان الله تلقاه معبس. عرفت كيف؟ والله ما يذب شعر ولا يدسم، والله يا حاسد انه ما يضبط. شيخ فلاح العاصمي ترى يا شيخ مو بحاقد ولا عابس، بس انت مريض مريض الفتنه بس مزكم يا شيخ وتعبان. بسم الله عليه. الله يسأل الله يشفيك. محارب اعلاميه. اي انا قطعه ثانيه. طيب نايف مطيري يلا. يا هلا والله وسهلا. الله نبارك السلام. الله يسلمك. الله يبارك في ابو عبد الله. الله يرفع قدرك. انا عندي والله بيتين في ابو عبد الله، وان شاء الله تنال على اعجابكم. فيني انا؟ هي لا خلها في الشيخ يغير الاسم. كلكم فيكم الخير والبركه. الله يرفع قدرك. انا قد عاد يمدح يا الربع، لا احد يمدح خلاص. اقول يا ناصر اسمك بالصداره على طول، يا ناصر اسمك بالصداره على طول، اللي حضرت في كل برنامج تصمر، رفعت صيتك بين يدينك، ولا نقول غير الله يوفقك كمل وجمل. الله 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 يرفع قدرك. سلمت ولا انت هذه يبغى لها بس تشيل ناصر تحط الزعيم تضبط. حط الزعيم خليه يجيك تصميم. الجمهور الهلال. الله يرفع قدك. هذه قصيدة لك ولا؟ هذه لك طال عمرك. لا أقصد أنت كاتبها. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك. شكرا. ولا هنت صراحة يعني من يثني أشكر الحسن ظنه، وأنا أعرف أنه أحيانا يعني الثناء ما يخرج، مو بأحيانا دائما الثناء ما يخرج إلا من رجل طيب القدر أنه يتعب ويعصر ذهنه في كلمات لأجل يخرجها في أخيه، هذا دلالة على عظم شأنك يا نايف. تستاهل والله. شكرا لك. ولا هو بحقك. طيب أنا أبغى أحد يطربنا ويمتعنا ويسمعنا. عمان حلوة عمان. عمان أشكرك دكتور خالد. أنا والله ودي شلون قدرت تجيبون المقطع. مقطع اليوم يا شيخ في أنا كنت عاتب سيف الجنيبي من عمان، سلطنة عمان. البارح قبل البارح لعدم حضوره في البرنامج بأنه نومه أكثر من قيامه وأنه مصحصح على الهواء. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى إذا يريد الإنسان القبول ينتشر له مقطع ما يأخذ 5 ثواني، فتكون مشاهداته في السوشيال ميديا اليوم وأمس مليونية ما شاء الله. ابن عمان مقطع له على المملكة العربية السعودية، كان محلقا ولا زال محلقا لكن فوق الجدار هناك فوق المحل. كان ابن عمان سيف جالس في العلم بغى يطيح في دره، فنقز نقزة الذيب وقفز فرفع العلم بيده فوق، فجاء عليه تصاميم ونشر في السوشيال ميديا من كبار الحسابات، كبار الحسابات السوشيال ميديا يثنون على موقف ابن عمان تجاه علم المملكة العربية السعودية. حفظ الله الملك سلمان ولي عهده الأمين. هذا توفيق من الله، وإذا دل عليه شيء دل عليه محبتكم. الله يطول عمرك. للأمانة. إيش تقول على الموقف؟ لا إله إلا محمد رسول الله في العلم السعودي، وكلنا نفتخر بهذا الشعار وبهذا العلم وموقف هذا البطل اللي ما أراد أن يسقط هذا العلم على الأرض. أنت دكتور. أنا إيه؟ أنا أقول يعني جزاه الله خير، يعني هذا التصرف الحقيقة سليم وردة فعل يعني رائعة. ما دام أنه مسك العلم أتوقع أنه بيصير حارس، لأن يعني ردة فعل لكن هذه ما هي مستغربة الحقيقة. الحمد لله يعني الشعب الخليجي ترى شعب واحد والعادات واحدة، وأنت يعني كسبت الحقيقة أمرين. يعني أول شيء يعني هالقفزة الجميلة ورفعت علم لا إله إلا الله أنه ما يسقط على الأرض. أي نعم، راية التوحيد هذه الحقيقة جزاك الله خير. يعني وأيضا يعني دولة هي شقيقة عمان، كلنا أشقاء. يعني أنا رحت لدول الخليج كلها ما شاء الله، يعني أي مكان أدخله ما أحس أني غريب، أحس أنها سبحان الله نفس البلد نفس المكان. اللهم تغير اسم الدولة فقط لا غير. صحيح. فجزاك الله خير وبارك الله فيك. طيب. والتصرف حقيقة تشكر يعني عليك. بيض الله وجهك. نقول بصوت واحد يا شباب اللي يعرف الكلمات. خليجنا واحد وشعبنا واحد، خليجنا واحد
وشعبنا واحد يعيش يعيش يعيش. الله أكبر. شكرا لك يعطيكم العافيه. كلمات ما بحافظينها لكن فعلا خليجنا واحد. يعطيك العافيه سيف على الموقف. وباخذ منك قصيده يا سيف الجنيبي. بجيب قصيده وبجيك لحن. كاتبين اليوم نحن انت وياه اني وعبد الله كاتبين. يلا روح جيبها وتعال. لا تاخر عين طال عمرك. لا تشوف نفسك عشان عندك مقطع صار مليوني. طيب نبغى نشيد ثم نرجع للدكتور. واحد يجيب صوته. ترى في اتهام بان ما في حد صوته حلو عندكم في النسخه. لا تفشلونا مع الجمهور. عبد الواحد سمس الواحد القحطاني. الله يسلمك ارفع قدرك نور مقدارك. مايكك مايكك طافي. شغل مايكك. طيب وقف 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 وقف. شغل مايك. ليش تاخذ مايك خويك؟ طافي ما بطاريه. ايه يعني علوم نجهلها. طيب عطى المايك اللي مع عبد الله. خليكم احترافيين شوي يا شباب. هذا الشاشه. يلا 3 2 1 عبد الواحد تفضل. لا تقول ابو محمد ما لي عيال وعزومي وين محمد وانا ماني هنا كولا هنا يا قل علي ولا بلاش انضقت قل لي الجنوبي والجنوبي ما ذبح إلا المسامة الحمية لا تقول عيوبهم خالهم وعلمني عيوبي كانني غلطان علمني وانا اتاسف بليا يا محمد يا محمد يا محمد لد صوبي لد صوبي ما تضيق وعاد فيني حلوة أخو مهيا سلام جل جل سلام عطيك العافية. شكرا لك وبيض الله وجهك يا عبد الواحد. طيب أنا قبل لا أروح للدكتور باخذ تعليقة ورسائل لكم في هذا البرنامج. والآن برنامج اليوم هاشتاج كاريزما كم؟ 17 17 يوم دكتور على البرنامج. ما شاء الله تبارك. ودي مع اخواني اخواتي الايام الماضيه ربما هناك تقصير مني ومن بعض الشباب ربما الحديث عن الوقف اليتيم ما ودنا نقصر في حق الايتام تبع جمعيه البر الخيريه بالجديده. السهم الشامل عنك وعن والديك ومن تحب 300 ريال اما سهم الوالدين 200 ريال عن نفسك وسهم الفرد 100 ريال. بامكانك الان التبرع عن طريق الباركود اسفل الشاشه. صوره بس وديك المتجر. السهم الشامل افرح اليوم والديك بصك كفالة اليتيم وأيضا بطاقة إهداء اهدي من تريد. فرحونا بتبرعاتكم وارسلوا على رقم الجمعية أسفل الشاشة. ما نبي نطلع بعد نص ساعة واربعين دقيقة من الحلقة إلا نبشر بالتبرعات الكثيرة اللي نفرح فيها الأيتام. كم نحط حد عند الجمهور؟ ألف تبرع؟ ألف واحد؟ ألف تكفي؟ ألف وخمس؟ لا ألف واحد. يلا ألف سهم نبيها الآن. ألف سهم لوقف اليتيم تبع جمعية البر الخيري بالجديدة. باركود أسفل الشاشة هذا وطالع لكم الآن. صوروا وادخلوا المتجر على طول تبرعوا. السهم الشامل 300 ريال عن طريق بنك الراجحي. طريقة ادخل التطبيق تحويل ثم لجمعية خيرية ثم بعدها اكتب فوق الجديدة يطلع عليك جمعية البر الخيرية بالجديدة ثم بعدها الأيقونة اللي قبل الأخيرة مكتوب وقف اليتيم. هذا هو وقفنا. تبرعوا فيه وارسلوا الإيصال على الجمعية وخذوا صك كفالة اليتيم وبطاقة إهداء ووثيقة تأسيس. فرحوا أنفسكم وأباءكم وأمهاتكم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ضمنها صدقة جارية. هذه الصدقة تدوم لك طول عمر وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. فيا باغي الجنة أقبل وكن مرافق لحبيبي وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فرحونا الله يفرحكم يا اللي تتابعونا الآن. المقصود أنت وأنت اللي تتابعونا. تبرعوا وارسلوا الإيصال وخلوا الجمعية يفرحونا. وكل خمس دقائق بقرأ خمسة تبرعات 10 تبرعات حتى إن شاء الله نفرح ب 1000 سهم. لو قلنا 300 ريال من 1000 سهم خلال 10 دقائق انا متوقع ان 300 الف ريال تكتمل. صعبه ولا سهله؟ سهله. وقف اليتيم أبشر. وقف اليتيم أبشر. كافو دكتور. هلا. قبل اتكلم عن الوقف احنا الان وكلنا موضوع الجمهور. 1000 سهم بيجي ان شاء الله لكن ابغاك ترسل رسائل للشباب. هم في برنامج وانت عشت معنا برامج واقعيه كثيره. اليوم انت شفت مخرجات. انا صراحه الكلام للشباب اللي يسمعونه يا سعود بالله القهوه ترى تشغلنا وتشوشر علينا. خلي كل واحد عنده زمزميته وثلاجته عشان ما يجيني عتب يا دكتور احيانا. يقول ناصر انت الان مع الشباب وكذا مخرجات برامج الواقع للاسف او اغلبهم او بعضهم ناس يقولون لي كذا
أنا اليوم بعطيها زبد على الشاشة سيئة مخرجات برامج الواقع، علشان ما تكون سيئة مخرجات برامج الواقع. هذول رجال كلهم طيبين ونعم فيهم، ودنا نوجه بعض، وأنت خير من يوجهنا يعني في هالمجلس الآن. وش بتقول لهم كرسائل؟ واحد اثنين ثلاثة تمسكوا فيها، وإن اشتهرتوا والله وفقكم لا تخربطون مع مثل اللي خربطوا، وإن شاء الله أنهم قلة. طيب أولا أنا حقا أهنئكم بالانطلاقة ما شاء الله، ويعني بارك لكم هالانطلاقة الجميلة ما شاء الله في يعني 17 يوم. الحقيقة أنها فعلا انطلاقة، وهي نقلة نقلة في حياة الإنسان. يعني كنت جربتوا الحياة العملية نقلة من خل ما نبقى يعني لا شيء، لكن قد يكون فيه بعض الشباب مشهورين أصلا، لكن في الواقع تزداد وتضاعف الشهرة. صحيح، هذا يعني شيء متعارف عليه من متفق عليه من أن دخلنا يعني برامج الواقع. برامج الواقع صحيح، عرف كيف؟ فتتضاعف الشهرة، هذا أول شيء. فهنيئا لكم، والإنسان دائما يعني يستغل مثل هالفرص اللي لا تتكرر، صح ولا لا؟ الفرص هذه ما تتكرر، يستغلها أنه يقدم شيء. هذا جانب. الجانب الثاني، هذه الشهرة هي سلاح ذو حدين، سلاح ذو إما لك أو ما عليك، عرفت كيف؟ هي لك ها أو عليك، لأنه مثل ما قال يعني تو ناصر بن عبد الله ذكر حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إيش؟ من ثلاثة، من ثلاثة: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. طيب هذه تسمى إيش؟ حسنات ولا سيئات؟ حسنات جارية. متى؟ بعد الموت. طيب هل انتهينا هنا؟ لا ما انتهينا، عليك في سيئات جارية. شفت الخطر؟ نعم، في سيئات جارية. كيف سيئات جارية؟ ها؟ أحسنت أحسنت. كيف الشعر؟ إيه الشر قصده الشر يعني. إيه فتخيل أنت يعني نشرت مقطع ها مقطع خير وانتشر بين الناس، يكتب لك أجر ولا ما يكتب لك أجر؟ أجر. دخلت قبرك صار علم ينتفع به، صار حسنات ماشية. يمكن هذا المقطع يمشي إلى مئة سنة وأنت في قبرك. يا سلام، عرفت كيف؟ هذا جانب. طيب نشرت مقطع أو تسببت في نشر معلومة فيها شر، أحسنت يا سلام عليك، فضيحة، خبر سيء، أعدت مثل ما يسمون إيش رتويت، ها؟ علم الردي مو بزين تنشره، أحسنت نشرته، هذه تكتب عليك سيئات مع مع شوف كيف هذا. لاحظ يعني أنت الآن أعدت نشر تكتب عليك سيئات مع السيئات الأول، ما ينقص من سيئاته شيء. هو يعني الآن مثل ابني آدم، القاتل الأول ها اللي قتل أخاه، اللي قتل أخاه عليه إثم ولا ما عليه إثم؟ أي واحد يقتل إلى يوم القيامة يأخذ نصيب. كيف نصيبه؟ جزاء نصيب من الإثم. الإثم إيه؟ يعني اليوم الله لا يقدر في واحد قتل في أي مكان في العالم كله، أخذ هذا نصيبه من الإثم. فيه نسخة تروح لوين؟ لأنه سنة سيئة. هابيل الأخ يعني البني على نعم ماشي عبد الواحد سكر الباب ايه؟ عشان يفرد مكيف. فسن سنة سيئة. الآن الأخ العماني جزاه الله خير، يعني شوف الآن سبحان الله هو ما حسب حسابها. صحيح. هل هو يوم يعني دعوة أمي شيخ، هل هو مفكر يعني شوف لحظة، شوف أنت الآن هو قبل هو طاح العلم صح ولا لا؟ كان بيطيح ولقطه الرجال قبل يطيح الأرض. ممتاز، كان بيطيح ها قبل لا يطيح، هل هو مفكر إنه يسوي هالمقطع؟ لا ولا كان يدري إنه تصوير عليه. خلا إيه خلا نعلمك أعطيك إياه، ما فكر. لا تحط شيء بذمتك يا عبد الله. حلو. نقلا على ما. فلما يعني جاء بيسقط قام وانتشر المقطع. كذلك اي عمل خير انت تنشر كلمه طيبه يمكن انت شو المقطع اوريك يا دكتور عشان تعلق عليه قدام عينك. هذا المقطع شبه القطه قبل ما شاء الله تبارك الله جزاه الله خير. الله صفقة صفقة سيف الجريري انا البارح انتقدك يا سيف اليوم اصفق لك. سبحان الله الدنيا دنت سلمت يا دكتور.
نرجع نجي العمل الخير مثلا. انا انت مثلا تسولف مع زميلك، عرفت، تسولف مع زميلك والكاميرا جت عليكم، هذا الواقع صح ولا لا؟ صحيح. احيانا شوف يعني انت ما حسبت الحساب، تسولف مع زميلك خلنا نقول ونصحتها بنصيحه او كلمتها بكلمه، هالكلمه سبحان الله شافها الاف من الناس وتاثروا بها، تكتب لك حسنات ولا ما تكتب لك؟ احسنت. فاي عمل خير احتسب الاجر فيه. طيب لو الان واحده من الجمهور، واحد من الجمهور، واحده تبرعت بنيه متسابق في الوقف اليتيم تبع جمعيه التبرير الخيري الجديده، وتقول اتبرع ب 300 ريال، انا سعاد العنزي اتبرع بنيه المتسابق حشر الفهاد وما ابي منه الا دعواته. هذا حشر اللي قبل الاخير. ما شاء الله تبارك الله، يبارك لك ويوفقك على ميزان حسناتك. طيب خلينا مثلا هالتبرع هذا، هي تنال، ناخذ مثلا هالتبرع هذا الان. هي اللي تبرعت قالت عن نيتها حشر الفهاد. حلو، تخيل حشر الفهاد هذا مو موجود، هل بتتبرع؟ لا، الله اعلم. الله اعلم. لكن هو سبب جمع، يعني هي نوت الخير اول شيء، تبرع لليتيم وانها تنفع هذا المتسابق، صح ولا لا؟ صحيح. اي، فهي تكسب اجر وهو يكسب اجر، نفس الاجر يا شيخ، ما ينقص من اجرها شيء. شوف سبحان الله، انت كرم الله واسع، تتعامل مع رب كريم. هذه خذها قاعده، انت عملت خير تاخذ اجرك كامل 100%، ما ينقص منك حسنه واحده. استفاد منه واحد او نقله واحد ياخذ مثل اجره، وهكذا ما ينقص من اجورهم شيء. ما ينقص من اجورهم شيء. دوخت الشيخ، لان الله كريم سبحانه وتعالى. سبحانه. فاحرص دائما انك تكون مناره خير في هالبرنامج. طيب خلنا مثلا نقول واحد، والله انا دائما بنصح، افرض انك والله يعني جبت طرفه وضحك مجموعه من المشاهدين، نكت صار خفيف دم. إيه احسنت. هذه انا اقول ادخال السرور من احيانا، يعني انسان ما يشعر بيعني العمل اللي قدمه، العمل او العباده اللي تقدمها ليست بالضروره عباده محضه. يعني ما ليست بالضروره تكون صلاه، صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا, ولا صيام. ها أه؟ صلاه والزكاه يا سلام عليك يا شيخ، يا سلام عليك والله. عاد ابتسامة احمد نسر حلوه، شاء الله ذي الابتسامة نعافى صدر شيخ. شفت كيف ايش يقول الرجال؟ بقول لكم، بقول لكم موقف حصل معي انا. عرفت كيف؟ مره في جماعه عند دخلت المسجد وسولف الحين مع بعض الجماعه، سلمت، قال لي واحد من الجماعه، قال والله يا اخي ان احيانا يعني نجتمع وتروح اوقاتنا ما نستفيد منها. قال لنا عندنا اجتماع انا واخواتي، نجتمع يقول ما في مجلسنا معصيه، لا غيبه ولا نميمه، ما في الا كل خير يعني. لكن انا اقول لهم احيانا نبغى نستفيد، نبغى ما ادري ايش، لكن الوقت يروح كله في سواليف مع الاخوات. فيقول ايش رايك؟ قلت له يا اخي انت يعني اذا استوعبت ان جلوسك مع اخواتك فقط عباده هذا خير عظيم، لانك الان صلة رحم، جلست مع اخواتك صلة رحم، هذا واحد. الشيء الثاني قلت له ما تسولف عليهم ينبسطن، قال لا، قلت هذا خير. الامر الثالث ما تدخل السرور على انفسهم، قال نعم، قلت هذا خير. قلت مو بالضروره انك تمسك كتاب وتقعد تقرا عليهم. حلو. لا، لو ما نوى الشخص مثل هالاشياء الله يعطيه اجر، لماذا ما صرت خفيف ظل ووسعت صدور العالم ودخلت السرور عليهم؟ لكن بطبعي انا انسان عفوي كذا، هل اخذ اجر بدون ما انوي هالامور ولا ابداها من اليوم بنيه؟ ما في شك النيه اساس، النيه اساس، انما الاعمال بالنيات، هذا ما في شك. كيف تحول العادات الى عبادات؟ يا سلام. عرفت كيف؟ كيف تحول العبادات الى عبادات؟ هذه مهمه جدا، الانسان انه يسعى دائما تحويل العادات الى، كل حياتك تستطيع تحولها عباده. حلو. قال جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا رب العالمين. كلها سلام. سبحان الله كلها، يعني كانك ترسل اليوم رساله للشباب، يعني انتم متعين العالم بخفة ظلكم وسعة صدوركم وبمشاهدكم باصواتكم، اليوم انه النيه الطيبه بانكم تدخلون السرور على الناس حتى تاخذون اجر، لانكم ان ما نويتوا ممكن ما يجيكم ذكر الحسنات، فبدوها نيه من اليوم. بسالك ممكن نقول كذا؟ اي بسالك سؤال ناصر. الان مثلا خلينا نقول يعني ناس الان تفرجون او على يعني قناه الواقع. حلو. و
جالسين وتسولفون وتضحكون وما الى ذلك، هل هالوقت في معصيه ولا ما في معصيه؟ لا ان شاء الله ما في معصية صح ولا لا؟ في الغرف في فيه غيبه وكذا بس على الهواء. لا 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 ان شاء الله ما في غيبه. لكن يكفي انك انت الان ايه يعني جعلت وقت للناس بدون معاصي، ترى هذه بحد ذاتها يعني عمل عظيم جدا. اني اجلس مع ناس بدون معاصي والله عمل عظيم جدا. يا سلام. اي فاحتسبوا يعني مثل هالامر انسان يحتسبه، ترى الاحتساب في اعمال يسيره لكن عند الله كبيره سبحانه وتعالى، يعني عند الله يكون اجره كبير. فانت فكر ان في ناس يتفرجون بدون معاصي، جالسين يتفرجون ويقضون وقت بدون معاصي بس فقط. يا سلام، هذه بحد ذاتها اجر وغنيمه. يا لعظم كلامك يا ابو عبد الله. فكيف لو كان فيها خير وحسنات وما الى ذلك؟ هل وجيه يا شيخ ما تشوفون ان شاء الله لك الخير؟ خفت اقول غيره. لا والله كفو. طيب اسمح لي بس انا، لان ابو عبد الله ما شاء الله تبارك الله، وهي المفروض اللقاء هذا يكون في الحلقه الاولى في برنامجنا، لكن الدكتور كان مسافر فاليوم عاد لنا بالسلامه، ووجه رساله انه دامك في البرنامج جاي موجود، فاستغل النيه الطيبه واستغل الرسائل الساميه، حتى فقط بادخال السرور. يعني مثلا محمد مسفر تقليده للشباب مثل فهد معيان ولا غيره، لو نوى النيه الطيبه بان ادخل السرور على الاخرين زين، فهي تاخذ اجر. انت وجهك الحلو زين زين، فشكرا في جربي الله وجهك. فابو عبد الله اليوم اعطانا رسائل جدا رائعه. الشباب من الاساس عندهم برايم بعد يوم السبت القادم لكنه الغي البارح واجل الاسبوع القادم، فعشان كذا بيحتاجون جمع. شكلكم متخوفين ما تبون احد يطلع، ما شاء الله هذا الدليل على محبته لكم يعني. ما يبغى احد يطلع يعني. ها شو نسوي يا شيخ؟ لا خلاص قد حات وقفنا، قفل المحل. طيب فيها بسم الله في 1500 ما طاح ولا لا زين، في 1500 نقطة، ثلاثة أسئلة كل سؤال عليه 500 نقطة. هذا المناديل يا أبو عبد الله. لا ما في شيء، ما في شيء، تمام الأمور طيبة. 1500 نقطة، ثلاثة أسئلة من أبو عبد الله لكم، اللي يعطي الجواب الصحيح لأي سؤال هو وجهه من خلال حديثه أو من خلال يعني ثقافته العالية لكم فله 500 نقطة، وال 500 نقطة تفرق. واضح ابو عبد الله؟ حضر لك اسئله من يعني شوف لكم 500 نقطه والسائل له 500 ريال. يا سلام عليك، 500 ريال متبرع باسمك الله يجزاك خير. طيب لا كل واحد بحاله، كل واحد بحاله، اللي ابو عبد الله يعطي سؤال داخل على طول 500 نقطه، والجمهور لهم 500 ريال. اللي بيعطيك اياه يا شيخ حطنا الجمهور. طيب لا لا ما عندك ثقافه، ليه ما عندك ثقافه؟ ركز مع الدكتور في كلامه وتاخذ 500 نقطه. لا لا الله يجزاك خير. انا لا جاتني انا حاشر فزحه بين اخويا. بيض الله وجهك. انت الحين اختنا سعاد العنزي تبرعت، العنزي صح باسمك سعاد العنزي، وش بتقول لها؟ اول حاجه اشكرها والله يعطيها العافيه، للامانه انها اسعدت، كنت والله مهوجس فاجاتني صحتك بالتبرع. اي والله العظيم صحتني فالله يجعلني ان شاء الله عند هقوتهم باذن الله. وللامانه الكلام واجد لكن هم يحفزونا على الجمعية البر بالجديدة، وبإذن الله اللي ما ترى معانا إخواني تكلموا وحمد تكلم، وبإذن الله إن الله أعطانا عمر وكنا من الحيين يكتمل إن شاء الله بإذن الله. الآن جمعية أعطها دعوة ولا والديها؟ أنت موجود؟ لا 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 أنت تعالى تبرعت عنك. أسأل الله إن الله يوفقها وإن الله يسعدها سعادة من عند الله سبحانه مثل ما فرحتني. الله يجزاك خير وعقدك. طيب في تبرعات الان شباب عبد الله جالس توصل من الجمعيه، وجهك اليوم وجهك وجه خير. الله يبارك فيك ما شاء الله. بسم الله عليك، فان شاء الله الخير يمتد للايتام في جمعيه البر الخيريه بالجديده. قلنا اليوم نبي 1000 متبرع منكم، 1000 سهم من 300 ريال، وعندكم سهم البركه، بركه الانفاق على وقف اليتيم اللي هو داخل حدود الحرم، الاجور هناك مضاعفه. الان ادخلوا تطبيق الراجحي او الايباء من اي بنوك اخرى، والمتجر موجود اسفل الشاشه، شوفوا على الشاشه اللي اشوفه، صور المتجر وادخل 300 ريال سهم الشامل او 2000 ريال سهم البركه، بركه تبرعك داخل حدود الحرم او عن نفسك 100 ريال او عن والديك ب 200 ريال. هنا تقول او يقول السلام عليكم، بدون ذكر اسمي ارجو منكم الدعاء لامي وابي بالصحه والعافيه وطولة العمر والهدايه لاخي، وان يرزقني انا واخواني بالذريه الصالحه السليمه المعافاه والشفاء والفرج من كل ما نعاني منه، اغمروا قلوب عائلتي بأحب الدعاء لكم وشكرا. دكتور خالد، أحس في داخله كلام كثير، فعبرت بالتبرع لأجل أن يحقق الله الدعاء اللي بتدعوه الآن ويأمنون عليه الحضور
وكل من يشاهدنا، لأن كل من يشاهدنا يحبون الخير لكل من يتبرع لليتيم. والله يا أخي أي أحد يتبرع وينفق هذا يقدم عمل عظيم وخير عظيم، وهذا من التكافل الاجتماعي بالعموم. يعني أنت تخدم يعني شريحة. هذا المبنى على الشاشة يا دكتور، هذا هو الوقف. بدأوا في الجمعية 50% اكتمل، باقي 50%. الله أكبر. راح الكثير ما بقى إلا القليل. الله يبارك، ونقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفق ويبارك لكل من تبرع في هذا الوقت. ترى 20,000 واحد يبغى عبد الله من 300 ريال يكتمل خلال دقيقتين، تدري 20,000 واحد من المشاهدين بس. ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله يبارك فيهم ويبارك في أعمارهم ويبارك في أموالهم ويبارك في أولادهم. آمين. واللي ما تزوج نسأل الله أن يزوجه. آمين. والمتزوج نسأل الله أن يرزق الذرية الصالحة. آمين. وأن يعطيهم ولا يحرمهم وأن يزيدهم ولا ينقصهم. آمين. وأن يكرمهم ولا يهينهم. آمين يا رب. وأن يرضى عنهم ويرضيهم. آمين يا رب العالمين. إنه طيب. ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب. طيب، فيها اليوم لكم 500 ريال جمهورنا، كيف تحصلون عليها وطريقتها؟ في هاشتاج كاريزما 17 اكتبوا وقف اليتيم أبشر بي، حلوة، وحطوا في الهاشتاج، وحطوا التصميم الخاص بجمعية البر الخيرية بالجديدة، بس هالشيئين. واحد، اكتبوا وقف اليتيم أبشر بي، وحطوا التصميم الخاص بالجمعية في هاشتاج كاريزما 17، وتدخل السحب إن شاء الله على 500 ريال تحول لك اليوم بإذن الله، ما تنتهي الحلقة أو بعد الحلقة اللي محولة لك بعد ما نعلن عن اسمك بإذن الله. طيب، أنا ودي دامنا طلبنا من عماني قصيدة. أي. ومن عبد الله يقول عندهم قصيدة، ما أدري إيش قصتها، ما أدري إيش سالفتها، وإيش سالفتها يا عبد الله؟ سم سيف الجنيبي، إيش تقول يا سيف؟ أقول إن جمهور قناة الواقع الشعب العماني كله يتابع هذه القناة. زين. ما شاء الله. ومعظم الشباب ماسكين فرق الدعم شباب من عمان، جزاهم الله خير. ترى الإحصائية الثانية في المتابعة عمان بعد السعودية في الدول العربية كلها. حلو. كل ملهم جمهور ولهم شعبية، ولكن عبد الله كذلك له جمهور من سلطنة عمان. ما شاء الله. وكلفنا بالمانة بسلام يصل لها العمان. ونحن وصل له السلام وهمه لدوا السلام. يا سلام. ويقول عبد الله سمعنا قصيدة. تقول يا عبد الله. الله يحييك شباب عبد الله، يحيي شيخنا الفاضل، مرحبا بكم ابو عبد الله. ابو عبد الله هنا، مرحبا. يقول بهدي سلام فيه للعز عنوان، من شاعر جزل المثايل يجيبه، ينصاك يا سيف الجنيبي من عمان، يا صاحب النفخر بقربه وطيبه، تراك من ديرة هل المجد والشان، من دار هيثم سعد من ينتخيبه، وكل الخليج العربي ربع واخوان، ما نعترف به للفعول المعيبه. سلامتك فرسانك بك العافيه. فالعمان يستاهلون، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده رد يا شيخ، عنده رد، رد عليه. عندك رد؟ سلمت يا سيف الجنيبي. قال لك يا مرحبا مليون بك يا برقعان، الله فعلك جميل وكل قول تصيبه، سلام، وعز الله انه محزم الشعر مليان، وكل وله قسمه وياخذ نصيبه، سلام، وسلام كم بعمان، واللي من عمان رد السلام وقال ما هي غريبة، هنتو أهالي الفعل يا عيال سلمان، الشام خلي كلنا نعتزيه. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله، صح لسانك. وعبد الله تعليقك. والله خطيرين صراحة، ما شاء الله. جناح الأيمن وجناح الأيسر، ها؟ صراحة ما شاء الله عليك. الله يطول عمرك. الله يبارك فيكم، والله أعطاكم فصاحة لسان. ما شاء الله. وشعر جزل ما شاء الله تبارك الله. يستاهلون. لكم لا خلوا بس لحظة أنا نشوف لكم يعني أشعار ولا قصائد قديمة وكذا. قصائد وكذا. موجودة طال عمرك. ما شاء الله تبارك الله. يعني سبحان الله، شوف أنا لست شاعر. ولكن عندي مشاعر يعني. يا الله يا مسكين يا رومانسي. شفت كيف؟ إيه. وش اللي ميز، وش اللي ميز ال يعني شعر الإخوان ما شاء الله عليهم؟ والله جد ما شاء الله. اللي ميز شعركم السهل الممتنع. صحيح. وجزالة الألفاظ. حقيقة هذه ما يقدر عليها أي واحد. صحيح. ما يتم. صحيح. نعتز بها يا شيخ. والله صحيح والله. وصلت. يعني سهل ممتنع تقول هذا قاعد يسولف. لكن فيه جزالة ما شاء الله. هذا من صدق المشاعر يا شيخ. ما شاء الله. الله يوفقنا وياك ويبارك فيكم. ها؟ الله يسلمك والله. طيب يعطيكم العافية يا شباب. سيف الجنيبي وكذلك. ترى رتويت الكلام أبو عبد الله. أبو عبد الله قال كلام حسيت إنه في خاطر نفس كلامه. فهو أعتقد يمثلنا كلنا والجمهور. يعني على سلاسة وجمال سيف الجنيبي وعبد الله بن رقعان بيض الله وجيهم على هالقصيدة. طيب عبد الله، لو نقول رسالة ثانية بتوجهها للشباب أهل المواهب في البرنامج وأنت متابع. أنا جلست معك قبل الهواء وكان يقول لي
بعض الملاحظات، يقول ناصر انتم ما شاء الله غيرتوا كل شيء، وكل شيء نقله نوعيه رائعه ومميزه وجميله، لكن في بعض الاشياء التفصيليه الدقيقه اللي يمكن ما تنتبهون لها لانكم ركزتوا على الكبير، وفي اشياء صغيره ما انتبهتوا لها. اعطاني بعض الملاحظات جزاه الله خير، فمعناها انك رجل عميق ودقيق جدا في برامج الواقع. فاعطي رساله ثانيه. شوف كيف مقدمه حلوه، اشكرني صراحه. والله شوف يا شباب، يعني الان يعني انسان عنده مواهب، وانتم ما شاء الله واضح ان عندكم تنوع في المواهب جيد، ومراجل بعد. اي نعم. كلها يعني ما فيه موهبه، ما فيه موهبه فيها خير ونفع للناس ها الا قدوتنا فيها محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله. خذها قاعده، ما في عمل خير ولا عمل ايجابي ولا عمل حسن الا قدوتنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فدائما سبحان الله، يعني اذا اردت ان ترتفع وتطلع فوق فوق فوق، انظر ماذا كان يصنع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. هو القدوه الحسنه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اهل الدنيا قد لا ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كان يرجو الله واليوم الاخر لا يوقف عند يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لا تقول يعني والله لا هذه أمور دنيوية، لا، ستجد سبحان الله يعني فيه عمل خير محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. أحيانا قد لا تكون بالتفصيل الدقيق، لكن بالعموم بالأخلاق بالتعامل الحسن، مثلا الشعر، مثلا بال يعني الألفاظ الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، لكنه كان يسمع الشعر حسان بن ثابت وغيره، ايوه، يثنى على الشعراء. نعم، لكن كان يعني يستعذب. ها هذا والله معلم ثاني ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، انت تسحب مني معلومات. كذلك المواهب، يعني شوف مثلا يعني اثنى على اهل عمان باخلاقهم وحسن يعني ادبهم. اثنى على عمان، اتيت ما سبوك ولا ضربوك. اثنى على يعني قبائل من قبائل العرب، اثنى على اشخاص، اثنى على ذوات. الكلمه طيبه. اليوم يا شباب لو ما نستفيد من هذا اللقاء الا اننا لا نعصي الله، وانا اقولها دائما ترى في الواقع. انت اذا جيت في القناه تطلع بث هوا كم يا ناصر ساعه؟ فقرتي ولا كم؟ كل البث يعني الشباب ما شاء الله عليهم ماسكين خط 12 ساعه، ممكن 15 ساعه. يعني تكفي انك تحرص انك امام الناس تظهر باحسن مظهر. الله اولى سبحانه وتعالى، الله اولى ان تظهر امامه باحسن مظهر. كيف اذكر بالصلاه كيف طبقت على الامور الاخرى؟ كل شيء في الاخلاق، اينما امر الله سبحانه تجد نفسك موجود فيه، اينما نهى الله سبحانه وتعالى عن تجنب. يا الله، هذه انت يعني ترضي الله سبحانه وتعالى، الله يحبك بهذا العمل، لان الله يحب الصالحين، يحب المتقين، المصدقين التوابين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المخبتين سبحانه وتعالى. فهذه يعني مهمة جدا الإنسان إنه يعني ينظر فيها، إنه كيف يكون إنسان راقي جدا. بعض الناس يقول يا أخي تبغاني أصير مثالي، أبغى أصير مثالي وأحسن من المثال. اسعى للمثالية. يعني إذا ما صرت مثالي شو تصير؟ صح ولا لا؟ هذه مقولة ترى بعض الناس يقول لا يا أخي لا تصير مثالي. كيف أصير مثالي؟ إلا أصير مثالي وأحسن. أصير مثالي ونص. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثالي في كل الأخلاق والأعمال والعقائد والتعبد، كل شيء كان مثالي الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نسعى أن نصل إلى هذه القدوة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وين ما وصلنا وأذنبنا، هل عندنا طرق أخرى؟ الرجاع الإنسان. لما الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ ما قال يحب التائبين، قال يحب التوابين. الله. إيه، التوابين اللي يتوب باستمرار. أحسنت. يعني التوبة ليست من معصية فقط، ترى أحيانا حتى من تقصير. إيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح صحيح مسلم، حديث الأغر المزني، قال أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وتوب إليه في اليوم الواحد 100 مرة. سلطان أقطع كلامك يا عبد الله. سلطان تعال دقيقة أقطع كلامك يا دكتور، بس شيخ القرية تسحب صحن الفاكهة من قدام الضيوف. يا عباية يا سلطان، ما هقيتها منك. لا الله، ما هقيتها منك وانا اخوك. حتى الفواكه حتى العمر اللي بحطها مع الطليان اللي قدام. كفو. خلصوا ولما خلصتوا فاقلطوا مرحبا ومسهلا على الشحم. الله يسلمك. يفعلكم. الله يبارك فيكم. تجي
حقك انه في البن. الله يسلمك. مرحبا ومسهلا على اللي بتواجهون. الله يرفع قدرك. قلطهم يا ولد يا ولد. الله يبارك فيك ويرفع قدرك. ما شاء الله عليك. مايكك طافي لكن علمك غانم، بيض الله وجهك، بغيت احارشك وصرت اطيب مني بالعلوم الطيبه يعني. ما شاء الله عليك. ما نمشي على ثراك يا ابو عبد الله. والله العظيم نمشي على ثراك وسوي سوايا. والله انك شيخ ما شاء الله عليك. يا ربي يطول عمرك يا شيخ. سلمت شيخ. على طاري شيخ القريه بس بختم بهذه بس، ان يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب وهو لا يعصي الله. يتوب وهو لا يعصي الله. نعم إيه؟ مثل ما تفضلت، الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وما تاخر. وقال فكيف اي فكيف بنا نحن ونحن نعصي في اللحظة وفي الدقيقة وفي كل وقت يعني. لذلك نكثر من يعني التوبة ومن الاستغفار. يا سلام. فأنا يا سلام. أقول يعني ختاما يعني في هال المسألة، أن الإنسان دائما يتطلع للأعلى. إذا سمعت واحد قال لك لا تصير مثالي يا أخي، لا تخلينا ترى المسألة أنت لا تكون عد مثالي مرة. أحسن تدعي المثالية. قل لا، أنا إن شاء الله أدعي وأعمل أن يكون مثل المثالي محمد صلى الله عليه وسلم وأتدرب وهو مثالي. صحيح شباب. وهو مثالي. الشباب الآن بيض الله وجيههم يجهزون مائدة العشاء. على بيض الله وجيههم. الله يغنيهم على طاري هذه الشاشة عند الجمهور. الله يبارك فيهم. لا بد أن نعلق على كرم الرجال. الله يغنيهم في الخير. طيب عبد الله ترى على طاري شيخ القرية. شيخ القرية بأذكر لكم بس موقف. كم باقي من الوقت؟ لأن باقي عندنا 9 دقائق وباقي عندنا 3 أسئلة وباقي عندنا سحب عند الجمهور. وأنت الله يجزاك خير فتح الله عليك. احنا نقول مصطفى الدافور، عندنا عبد الله الدافور اشغلنا بمشاركاته. اعطيكم هالموقف. اعطيكم هالموقف. طيب اعطيك سام. سلمت يا ابو عبد الله. مجلسك. اي بعطيكم هالموقف. انا كنت يعني من زمان كنت اعمل وكيل مدرسه ما شاء الله، وعملت مدير مدرسه وعملت مشرف تربوي وعده يعني، لكن لو كنت وكيل كانت عندي مشاكل الطلاب. وكنت في مدرسه في يعني عند اغلب طلاب من اهل الباديه. عرفت كيف؟ باديه اغلب. اي بدو يعني. بدو يعني. إيه؟ ونعم بالبدو. اي الله يسلم. فاحيانا يصير في مشاكل بين تصير مضاربات ولا يصير بعض الاشياء، فاوقف مثلا طالب او طالبين، والطلاب انا ماخذ معهم ومعطي يعني ماخذ راحتي معهم وهم ماخذين راحتهم معي. فيجيني طالب قال طلبتك يا استاذ. ايه طلبتك يا استاذ. بيحرجك. ايه عرفت كيف؟ سم امر. قال يا استاذ تسمح الان هالرجال. والله يشفع. يشفع. والله والله والله. قلت والله ان قدرك عالي عندي وشفاعتك مقبوله. يا سلام. بس بشرط. قال وشو؟ قلت ما يكررها مره ثانيه. يا سلام بيض الله وجهك. انا كسبت امرين الحقيقه. هالرجال هذا اول شيء هذا هو نفسه اللي تشفع مع ادم مخطي. عرفت كيف؟ لانه ما يبغى يسود وجهه. ونعم المعلم. عرفت كيف؟ والامر الثاني ها؟ وغدا قبيل على لا. انا ما عاد ما عاد يعيدها. اي هذه صار قبيل. احسنت يا سلام عليك. فبهالطريقه سبحان الله راحت كثير من المشاكل. يا سلام. احيانا يؤخذ بالامر البين شيء ما تقدر تاخذه الله بالغلظه يعني. صحيح. وهو بالشده. يعني يقول لك احيانا الكلام اللين يغلب الحق البين. صحيح. الله عليك. تملكهم بالاخلاق والاسلوب الزين. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. كيف جبت المعلومات يا عبد الله؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ ايه ما شاء الله عليك. طيب. وعلى طاري الفزعات برضه سلمت. كنت اشتغل موقف احيانا بعض الطلاب احيانا يمرض يجلس في البيت. ايه. او يكون في المستشفى. كنت هذه يعني مو فرحه بالمرض او فرحه بال لا فرحه بالموقف. عرفت كيف؟ اني استغله. كيف؟ كيف؟ اذا مثلا يعني تعب احد الطلاب او شيء مباشره اخذ معي احد الزملاء مثلا مرشد طلابي اثنين من المعلمين يلا على فلان على بيت فلان زورونا. نزوره ما شاء الله عليك. يعني نزوره في المستشفى يعني نزوره في البيت. الله يكتب اجركم. هذه الزياره ما تدرون كيف اثرها. جدا. البدوي اذا دخلت بيته انسى الموضوع خلاص ما عاد فيها. اكرمك واغدق عليك. مو قضيه انك ما انت بطالع الا بشحم. لا انا ابغى اكسب هذا الطالب. ما عاد سوي عندك مشاكل صار خلاص تعرف انك انت دخلت بيته. نعم. عنده ابوه وعنده اخوانه واحترمته واحترمته فهو يقدرك على طول. ايه يا انتبه. ورا فيه طالب كان اسمه علم ابوك كان اسمه فلاح بس ما ادري لكن فلاح ذا
كان أقصر واحد في المدرسة. كل فلاح. كل فلاح زي فلاح العاصمي سبحان الله العظيم. فلاح بس ما فلاح لا إله إلا الله. كان لك تتكلم عنه يا شيخ. صحيح. لكن هذا هذا فلاح صار من أحسن الطلاب ما شاء الله. ما شاء الله. ما تترقع شيخ. لا لا أنتم دخلتوا علي في العرض ما شاء الله. أعطوني فرصة. احنا ندور على فلاح. فلاح ان شاء الله ان شاء الله يرزق رب الفلاح في الدنيا والاخره امين يا استاذ يستاهل يبارك فيه وافلح الوجه محبوب الجميع فلاح فاقول لك فلاح ذا ما شاء الله عليه يعني كان يعني سبحان الله ماخذ معه جو اذا اخطا انت اسمك فلاح وشلون رحت تخطي انت كذا ابوك كذا وشلون سبحان الله صار سبحان الله يعني هالكلمات لها تأثير عليه المهم ذاك اليوم برا المدرسة سوى مشكلة وقبض عليه ودخلوه في اللي هو الدار هذه الاجتماعية طبعا الدار لأنه صغير الدار الصحية لا مو ما أدري الله يسمونه الأحداث أول يسمونه أول كان بس الآن تغير اسمها تغير اسمها الشاهد أول ما يدخل يحلق رأسه فطلع طبعا وين ما طول يكون يوم ويومين وطلع وجاء واشوفه محلق قلت ها فلاح قال عمره مقبوله قال الله يا استاذ اني محلق راسي حلقوا مع الشياطين كلها فيه خفه دم وفيه ما شاء الله روح المرح ابشركم يعني الحمد لله طلعت من المدرسه عرفت اللي هذه فلاح هذا فلاح وفلاح ما شاء الله وهذا هو موجود معنا في البرنامج اليوم طيب يعني شيخ خالد ولا زلت حق اذكرهم بالخير واذكر اهاليهم بالخير كان واحد والد احد الطلاب اذا مرض رده وغائب يجيني يقول يا ولدي يا خالد يقول سم يا ابوي سم امر قال والله الكذب خيبه ان ولدي ما في شيء انه نايم في البيت تدوب ما في شيء تراه نايم في البيت حلو وانا جاي بس اعلمك يقول يا الله وجهك قلت ابشر ولا يهمك الصدق من جاء اي قلت ابشر ولا يهمك نشيل عنه الغياب والله يعني سبحان الله اذا فهمت الناس وفهمت الاسلوب يعني مثل شيخ القريه ناصر طب فيه ايه والرجال بيسوي خير يسوي خير ايه راح بيقلط ابي حارش يا شيخ ابي حارش محارشة زين سلطان الله يسلمك الله يرفع قدك طيب ابو عبد الله انا الان ابغى عندك سؤال توجه للشباب حتى يكون في 500 نقطه وايضا يا مهندس صوت سمع الشباب هناك صوتنا علشان اللي عند العشاء يشاركونا لعلهم يربحون ال 500 نقطة اللي ستقدم الان او 1500 نقطة راح تقدمها ثلاثة متسابقين باسئلة الدكتور خالد الدايل شباب هناك في الهاوس شرفونا حتى تنالون ال 500 نقطة او ال 1500 نقطة ارحب يا شيخ القرية وتعالى الله انك تستاهل الخير ان شاء الله اليوم ما تجيك نقاط بس يجيك طال عمرك الدعاء الطيب للدكتور خالد الدايل جمهورنا اعيد مره ثانيه لكم 500 ريال انتم في هاشتاج كاريزما 17 اكتبوا لنا وقف اليتيم ابشر بي والتصميم الخاص بالوقف وتدخلون معنا بعد قليل في 500 ريال وما انسى وقف اليتيم التابع لجمعيه البر الخيريه الجديده الجمعيه عاتبونا صراحه امس قوم ما تكلمنا عنهم واجد وهم يقولون ودنا بهالوقف يكتمل ويا مخرج عطنا الوقف على الشاشة خلنا نشوفه واللي ما شاف بداية الحلقة الآن يشوفه مبنى داخل حدود الحرام في مكة المكرمة كما تشاهدون الآن 300 ريال جت التبرعات منكم الحين والجمعية يقول بشركم في تواصل وفي حماس منكم يا أهل الخير فالله الله في اليتيم الله الله في المحتاج لا نبخل عليهم باللي نقدر عليه السهم الشامل عنك وعن والديك وعن زوجتك أو الزوجة لزوجها وعن أبنائكم وبناتكم وعن عمانك وخوالك وعماتك وخالاتك وعمن تحب هذه 300 ريال تروضعوها الجمعية سهم شامل جمعت هذا رضاك واختار فيها وأما سهم البركة فهو بالفين ريال بركة تبرعك داخل حدود الحرم أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما تقدموا ميزان حسناتكم رقم الجمعية أسفل الشاشة فرحوا الأيتام وأسعدوهم وابسطوهم بتبرعكم الحين وأما أنتم لكم الأجر من ربي وبخلي الدكتور يتكلم الآن يعطينا ماذا سيعطينا الله من الفضائل من الأجور لما إحنا اليوم نكفل اليتيم ما نقدمه اليتيم في مبنى وعمارة داخل حدود الحرم هذه مكة يا شيخ المبنى الآن في مكة داخل حدود الحرم ما شاء الله بني نصها باقي نصها تقريبا فش بتقول الله وماذا قال الله وقال رسوله شجعنا حمسنا حفزنا حتى نتبرع شوف أعظم تحفيز أعظم تحفيز يعني في الصدقة لليتيم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهتين كهتين يعني تخيل أنت مع الرسول يا سلام
يعني هذه صراحة يعني شرف عظيم جدا حقيقة. فهذا أعظم تحفيز الواحد الآن لو أتمنى أشوف الرسول صح ولا لا؟ أنت بإذن الله المتصدق مع الرسول، ما هو تشوفه فقط مع الرسول، أنا وكافل نعم أنا وكافل اليتيم كهتين. فلذلك أنا أشوف أن هذا يعني أعظم تحفيز. الأمر الثاني وهو يعني مترابط، يعني مترابط، عرفت كيف؟ أن الصدقة، الصدقة بحد ذاتها سبحان الله أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا كان شق التمرة يقيك من النار وهو وقاية من النار، فكيف باللي تصدق اليتيم ويكون فيه يعني وجبات ويكون فيه تعليم ويكون فيه يعني إيواء وسكن؟ بحقيقة هذا يعني أمر ما هو سهل حقيقة. يا سلام. طيب في تبرعات يا شيخ اسمح لي أقرأها منهم حق علينا، لأننا تعودنا أن نقدم تبرعاتكم بأسمائكم لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل، وكذلك في آباء أمهات أخوان وأخوات يدعون لكم. ترى في ناس يتابعون الآن لو أقسموا على الله لأبرهم استجاب دعائهم بسبب تبرعك أنت. حنا في عالم فضائي، حنا في قناة فضائية، ناس تابعون من شرق وغرب وشمال وجنوب وسط، فكثير يتابعون ومشاهدات بالملايين، والخير قادم لك يا ابن الخير. ترى الحين الواحد لما يكون عنده مرض يشتري علاجاته من الصيدلية ب300 و400 و500 ريال عشان شفاءه، وما يعلم بأن ربما الله يرحمك ويدخلك الجنة ثم يشفي مرضك بصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قداوم مرضاكم بالصدقة. شريف القحطاني تتبرع، يقول تبرع الأيتام، اللهم اقبلها منا ومنكم يا رب ومن والدي وزوجي، الله يرحمه ويجعل فردوسه من الجنة. وقفة وفاء في 10 ثواني، شكر للأخت، دعاء لها، ما نست والدينها، ما نست زوجها الله يرحمه، اليوم تذكره وتتبرع له في قبره. حقيقة هذه يعني امرأة أصيلة ما شاء الله. يا سلام. امرأة سبحان الله وفيه. صاحبة دين وصاحبة خلق حقيقة. اللي يعني تتذكر يعني زوجها وتتذكر والديها وتصدق عنهم ما شاء الله تبارك الله. مثل هالنساء الوفيات الله يكثرهم فعلا، هم كثيرات يعني الحمد لله، هم حقيقة صمام أمان. اليوم يعني قد يرى الإنسان كثير من الفتن، لكن مثل هؤلاء النساء ومثلهم من الرجال هم صمام أمان حقيقة. يا سلام. يا سلام. نعم، صمام أمان اللي تشعر حقيقة عندهم روح الوفاء وحب الخير والدنيا فيها خير للغير والدنيا لا ما في شك حقيقة. أيوة، هذا يقولون لو خليت لخربت الله، لكنها نعم. بقي فيها نعم خير. نعم، وبقي الناس الطيبين نعم فيها. نعم. اسمها شريفة محمد القحطاني، الله يكتب أجرها، تقول إذا تقدرون تقولون تبرع لأمي بالقناة كلنا شاكرة لكم تفرح، فرحناك الله يفرحك بالجنة والنجاة من النار، والله يطيل عمر والدتك على طاعته ومرضاته. هنا تبرع آخر ب300 ريال سام الشامل من ريم عبد الله أحمد القحطاني. في ما شاء الله النساء الآن جالسين يتبرعون، من الرجال يا مال الشام؟ ها ما شاء الله الرجال حين تبرع الخير جاي، ديربي ديربي الغضب مبطف الزيلة الكبرى. النساء ما شاء الله يتبرعون، ريم القحطاني تبرع ب300 ريال، هنا كذلك تتبرع ريم مرة ثانية 200 ريال الله يكتب أجرها. شريف القحطاني يتبرع الأيتام كذلك. عامر مطيري بشركم أبو الرجال 150 ريال، عبد الرحمن محمد ب150، أم بسام 100 ريال، هيا تبرع ب150 ريال، هنا تبرع 150 ريال، تقول عن عيالي وأبوي وزوجي وادعوا لي بالشفاء أنا أم محمد. وهنا تقول الله يجزاكم خير على كل ما تقدمون للجمعية وللأيتام، والله يكتب أجوركم يا رب. الأيتام يتابعون للجمعية، أرسلهم رسائل، تابعوا قناة الواقع لإكمال لتسعدوا بإكمال وقفكم اللي هو وقف اليتيم داخل حدود الحرم في مكة المكرمة. فأسعدوا الأيتام اللي يتابعونا الآن، ويا ليت والله لنا قدرة، وإن شاء الله القدرة موجودة. وما أذكر حتى أبو عبد الله من سنوات إحنا مع بعض نتكلم، هل في يوم من الأيام أبو عبد الله وقف تعطل؟ ابدا والله. أنا دائما كلمه تقولها ابغاك تعيدها. انا اقولها دائما وانت تحسب معي احيانا. إيه؟ تقول يا ناصر كل حلقه يقول الاسبوع الماضي كم كنا، اقول 20%، طيب كم باقي كذا، فيحسبك كل حلقه لما يجي قبل برنامج بشهر ونقول على الوقت أنا اكثر الناس ينبسطون الان معي. يعني كم الوقت كله يا ناصر؟ كله الوقت 20 مليون. 20 مليون شو 20 مليون هذه عند الله ولا شيء، لما دامها لله والله سيتكفل بها الله.
وسيكتمل هذا الوقف بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف الآن يعني على ما سمعت ما أدري أو فهمت صحح لي ناصر. نعم. أنه الآن اكتمل 50% من الوقف. نعم. في 17 يوم؟ لا 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 50% هذا الجمعية بنت قبل. إيه هم الآن باقي لهم 10 مليون يكملونه. يكملون المبنى اللي موجود هنا. ما شاء الله تبارك الله. نعم. فشوف هالأخوات اللي تبرعوا تبرعن والرجال الريال مع الريالين 300 مع 600 مع يعني الألف مع الألفين شوي لهم مكملين الوقت. وأنا متأكد بإذن الله شوف متأكد وعندي يقين وقف وعمل لله سيكتمل يا رب والله سيكتمل نعم سيكتمل والله سيكتمل والله نعم أملي في الله ثقة بالله ثقة بالله سبحانه وتعالى ما فيه وقف على حد علمي يعني ومشاركاتي في البرامج ما شفت وقف توقف أو صحيح. تعطل أو ما اكتمل يعني وش فيه دلالة يا شيخ دلالة على الناس فيهم خير إيه؟ الناس فيهم خير يحبون الخير أنت الآن يعني لما يجيك شركة فيها أرباح ترى مساهمة فيها أرباح تحط فيها يعني أي مبلغ صح ولا لا تقول بعد 10 سنين بتضاعف المبلغ ما بالك وأنت تحط سهم مع الله سبحانه وتعالى الله يربي الصدقة نعم يعني السهم الربح مو بترى 10% ولا 20% ولا 100% في 100% لا أضعاف مضاعفة إلى يعني العشر الحسنة بعشر مثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه الله ما له حد أحسن هذه بدون حد الله أكبر تخيل تدخل في هذه انتهى الموضوع يعني 300 ريال اللي أنت تحطها الآن هذه رصيد عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه شفت كيف يعني وشلون كما يربي أحدكم فلوه الخيل الصغير يعني المهر الصغير عرفت كيف؟ وهو يكبر لما تشوفه يكبر تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح لما يبدأ يقفز تفرح ولا ما تفرح؟ إذا انطلق بسرعة تفرح تفرح فكيف إذا كبر وصار يعني جبال من الحسنات جبال عظيمة من الحسنات سبب صدقتك يا ربي هذه من وين هذه صدقتك 300 ريال ومدى الحياة يا شيخ ومدى الحياة ميسك ما شاء الله تبارك وصدقة جارية مع أكرم الأكرمين سبحان الله أكبر فأبشر طيب إيش رأيكم أبو عبد الله أنا بستشيرك وبستشير الشباب الحين الجمعية عشان نعلن كنسبة مئوية ما أعلننا بداية البرنامج صح الوقف وصلهم 10 مليون قبل البرنامج الآن هم 10 مليون بيجمعونا عشان يكملون الوقف فهل نعلن نقول اكتمل 50% من 10 الأولى ولا إيه ولا نبدأ من 10 مليون نحسبها بالمئوية من 1% وإحنا طالعين فهمت الفكرة؟ فهمت الفكرة 1% ولا نقول شاكر عبد الله أنا أحس إنه 50% عشان نتحمس أنا رأيي إنه يعني مدام المبنى إيه؟ يعني في 50% إيه؟ إنه قال المبنى فيه 50% وإحنا نكمل هالبناء. طيب يعني يعني نقول 50% مثلاً لو جمعنا الآن خلال كم توقعون الآن جمع تبرعات من أهل الخير الله يكتب أجرهم؟ تقريباً 30% كم توقعون جمع تقريباً؟ 1000 سهم قصدك؟ لا لا الآن 17 يوم راحت كم أنتم جمعتم يا الله جيكم بتبرع أهل الخير يتابعون الآن لكبارة اليتيم في وقت مكة اليتيم 50-60% 50 خلينا نحسب 50% يعني قصدك 10% يعني 10% يعني كم من المتبقي يعني تقصد مليون ريال جمعت صح لا طيب اعطيكم اياها كذا سريع احنا قلنا الوقف الان 50% كملوها قبل البرنامج صح حلو والان ما شاء الله تبارك الله 50% زائد ما شاء الله تبارك الله 30% الله ما شاء الله يعني يعني كم 3 مليون 8% ها 3 مليون 3 مليون إيه؟ إيه؟ انا 17 يوم ترى 3 مليون اولا يعني باقي إيه؟ كم إيه؟ باقي شيء بسيط اولا هل وجه الطيب هذا من شو اسمك هذا ابراهيم عواد سفير الوقف ولا اتكلم انا كلمه الحين شوفوا كيف والله عندي تقرير هذا التفاؤل كان عندي تقرير إيه شوفوا يعني ما حد حدود ما يعني قصر الخطوه وش قال قال 3 مليون أنا سمعته بس على بالي ما سمعته لا حرق الفيلم علي فالتفاؤل هذا اللي مطلوب الحقيقة تفاؤل أن يعني 3 مليون في هال 17 يوم ما شاء الله تبارك يعني تبقى كم
تبقى كم؟ 10 مليون. لا لا هو 10 مليون بقى 7 مليون. باقي 7 مليون. باقي 7 مليون. 7 مليون لو قسمناها، خلينا نقسمها مع الناس عشان بس نحسبها. لا تقسمت حتها. لا بالعكس سهلها. 7 مليون تقسيم 300 7 مليون تقسيم 300 ريال لسهم الشامل، لو قلنا ترى 23000 واحد لو تبرع الحين 23000 واحد يشاهدونا اخوانا 300 ريال. صدقوني يا رجال الان خلال 5 دقائق او 10 دقائق يتصلون الجمعيه يقولون ابشركم نكتمل الوقف عن طريق اهل الخير يتابعونكم الان. قادرين الناس هم قادرين قادرين. الله قادر، الله سبحانه هو اللي الله سبحانه وتعالى قادر. بما اني سفير الوقف اسبوع هذا سمي ابراهيم انا اخو شنر باذن الله عز وجل الراتب ما بقى الا 3 ايام، فانا ما باذن الله اني اراهن على هذه الكلمه ان 10% راح تقفل اسبوع فتره الاسبوع هذا قبل لا انزل الشال هذا. فلاح بتقول شيء؟ انا عندي نقطتين. النقطه الاولى لك والنقطه الثانيه للشيخ خالد الله يحفظه. النقطه الاولى انا اقول قد قلت لك ابو عبد الاله في البدايه ارجو انكم ما تدخل فلاح شغال اي صوتك يكون خلص ارجو انكم ما تدخلون في الوقف، لكن ما زلتم تعاندون وتتدخلون انتم في الوقف. انا ماني ميد الضيوف، الضيوف حياهم الله، لكن انتم يا مقدم اصحاب الفقرات. ايوه لا ايه انت مزكم وتعبان عليه سخونه ايه قام يهددنا ذا ايه 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 احنا نقول احنا دخلنا البرنامج هذا ولله الحمد والمنه ايه ومنه من الله علينا ان نكون احنا اصحاب الوقف ايه. فانا اطلب منك اخوي ابراهيم ايه يقول باقي يومين يقول باقي يومين تقريبا او 3 ايام على الراتب. انا اقول ابي يوم الاحد ويوم الاثنين يوم الاحد ويوم الاثنين إيه؟ من الساعه 9 الليل معدني بفقرات. ايوه اخوي مناحي نسق مع ضيوف بيجون. ايوه يوم الاحد ويوم الاثنين كامل ما لكم دخل نسق من الساعه جوال انت نسيت البارح. ايوه من الساعه 9 من الساعه 9 لين تنتهي لين ينتهي اللايف. احنا بنقوم به واحنا بننظم كل شيء ونكون شاكرين ومقدرين لكم ظروفكم. يعني انت تقصد ان هذه مبادره منكم؟ كانك تقول لي فهمت يا دكتور كلامه يقول ما يعني مذيعين انتم جزاكم الله خير برنامج برنامجنا هذا اللي فهمته انا صحيح. اتركوننا يوم الاحد والاثنين ما نبي فقرات من الساعه 9 الين نهايه البث بنكمل لكم هالوقف اللي باقي عليه 7 مليون كذا باذن الله. ها الوقف باذن الله باختصار. نعم ايش رايك يا دكتور؟ يقول مذيع ما نبي نشوف وجهك معناه سافر خلاص هو يعطيك يومين بس يقول لحد الاثنين. لحد الاثنين اقصد ايه. انا اقول لحد الاثنين اجعلها تجربه. ليه مو بقد يا شيخ؟ لا اقول هو يقول لك اعطونا اعطوا الحر فرصه اعطوا الحر فرصه حتى لو انه قدها باذن الله باذن الله. ولو تدخل مشروع ثاني بالوقف باذن الله بيكتمل. ما قلنا هذا ان شاء الله قدها كفو. طيب هي 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 ترى ترى كفو كلكم بصوت واحد مع الرجال. طيب والله ان ها متحمسين فرصة ابد ما دام ان اللي عنده ثقه في العمل اللي يقدمه وثقه في الله سبحانه وتعالى ان الله يعني بيوقف بيكتمل هذا الوقت ايه؟ انا اقول اعطهم فرصه. طيب انا بس عندي تسمح لي عندي اشرف هذا بدون تدخل في العمل ما ادري ايش برنامجكم لكن انا لو القرار اعطيتهم فرصه على طول. والله يا ابو عبد الله تمون لكن انا بس بشرط شروط ولا عليكم شروط. قلوا شيء تفضل. واحد ان جاء اليوم الاول والساعات الاولى وانتم اعطيناكم العلم واعطيناكم الوقت والفقرات فيها نقاط يعني لكم انتم زين وما انجا يعني زي ما تقول ما كان فيه فعاليات قويه. انا صريح ومبدا شفافي من بدايه البرنامج انا اقوله ما في فعاليات كويسه وما في ضيوف اقوياء وما في افكار ابداعيه مميزه للنجاح زين في اليوم الاول وبيض الله وسود الله فيها وفيها زين. هذا واحد. اثنين ابشرط شرط يعني ثاني ولا عليكم شروط ان انت ما درت يا فلاح انت والرجال مناحي كفكرة زين علشان توضحون للناس الوقف بتفاصيله وتقولون احنا رحنا وشفنا والتفاصيل كاملة. فبنسمح لكم هذه مني انا ومساعدة مني دام الدكتور على ما قال ايد وقال انا مؤيد واقول تم انكم تروحون مكة نحجز لكم طيران وسكن انتم الرجال ذا زين تبون واحد من السفراء نسوي بينهم قرعة عند الجمهور زين لانكم اصحاب الفكرة نحجز لكم سكن وطيران رايحين جايين وتصوروا للناس الوقف مع اروح معكم مصور المخرج كيف طورت الفكره يا سلام عليك وتروحون تقولون للناس هذا الوقف شفناه بعيوننا وشفناه في داخل حدود الحرم تصدقون مع الله قبل لا تصدقون مع البشر وشفنا الجمعيه وشفنا ترخيصهم وموجود اصلا اسفل الشاشه انه مسموح لهم بجمع التبرعات عليهم مباشره.
ف موافقين؟ ما بلا تم ولا ودكم اصلا؟ حتى لو مو بودنا بس انك تمنحنا اليومين هذه ان نجتهد فيها انا والشباب هذا اللي هي البوي. طيب اجل يا كنترول يا اعداد يا جمعيه اسمعوني الان، فلاح العاصمي ومناحي الدوسري وجباني اثنين ذولي تحجزوا لهم يوم الخميس ويجونكم يوم الجمعه يصورون يدعون للناس هناك في الحرم ياخذون عمره بعد كذلك ومعهم واحد من سفراء الوقف زين ويدعون للناس هناك في الحرم لان بياخذون عمره وبيعودون علينا يوم السبت باذن الله. اتفقنا؟ تكملون الوقف 23,000 متبرع بس من 300 ريال سهم الشامل نكمله اليوم ودي نكمل عشان نقهرهم ما يطلعون. ها؟ لا التذاكر بتصير غالية. الحمد لله. هي ظلام لا السفراء واحد فقط لأنه عشان التنافس وآلية التنافس لكن هم بادروا وأنا أحب صراحة يا دكتور دائما أقول مد الشباب حتى فريق العمل خلف الكواليس إذا جاء الواحد أعطاني فكرة لا يتفلسف نفذ هذا نظامي وقلت للشباب اللقاء الحين أعطوني فكرة أقول نفذوا. تم يومين لكم اليوم الأول إذا ما زبطت الأمور وضيوف الأقوياء. وتصلحون تقاريركم، تصلحون أفكاركم، تصلحون شغلكم، تصلحون يعني تطلعون من الساعة 9 يعني عندكم 5 ساعات تطفشون الناس من الوقف بيقولون دوري كرهونا في الوقف. عندكم خلاص تحية الفلاح ومناحي على هالمبادرة. سلام. ما تبغى واحد إني شيل من العزوة العلم الطيب من مكة. لا النقطة. مع عمدين. النقطة الثانية عند الدكتور عند الدكتور خالد الله يحفظه. سم شو ماسكنا اثنين على اي والله عجيب ايش وضعك. النقطه الاولى النقطه الاولى نقطه عتاب وعتب عليه انا قد اي لان قد رد بلنتي الماجد عبد الله. اوه رد بلنتي ماجد عبد الله. النقطه الثانيه انا تعلمت منه الادب وهو ما يدري شفته مره في الحرم وهو يسلم على الشيخ خالد المشيقح بكامل ادبه وبكامل احترامه فتعلمت ان الصغير يحترم الكبير والكبير يحترم الصغير حتى ولو كان اكبر منا سنا لكن انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم واشكرك يا شيخ الله يجزاك خير. جميل جميل زين يا جل اعطتكم اعطتني فكره وتممتكم تروحوا مكه على كلامك الجميل. الله يعزك يا شيخ هو اهلا له صراحه دكتور خالد ترى على فكره من ارقى الناس اللي انا قابلتهم خلقا وادبا وتعاملا واذا جاني امور انا خاصه عائليه ولا ماليه ترى استشير الرجال ذا في نموني اذا الرجال مرجلته الله يخليك صادق والله. طيب لا أسئلة. طيب وعبد الله جاهز عندك سؤال؟ والله عندي 3 أسئلة بغيت مع السريع. يلا توزيع سريع كم الوقت نص ساعة؟ لا العشاء شوف سلطان طيب. والباب تشوفه ما تشوفه يقول يبغى يقلط. طيب. سلطان دقيقتين ونختم عشان تقلط على العشاء إن شاء الله. شوف شوف خلاص إيه. أنت تختار ال لا أنت اللي يرفع إيدك بتختار ولا نختار كيفك. طيب يا شباب الآن الإنسان ها عنده يعني 3 جوانب حلو عنده الجسد والعقل والروح. غذاء الجسد ايش؟ الاكل والزاد ممتاز. نجي العقل وش غذاءه؟ العلم والقراءه والادب. حلو ممتاز اجابه صحيحه. يستاهل 50 نقطه ها يستاهل ولا شوي؟ لا يستاهل والله. تحيه النايف اليامي 500 نقطه من الدكتور خالد الدايب. الحلف عندك جاهز. هذه نقاط بيضاء وجهك نقاط يعني. مباركة من شيخ اللهم لك الحمد مبارك من يدك يا شيخ ونقاط ما قري عليها الله مدام الله يبارك فيها. هذا طيب جانب صحيح. العلم والقراءة وهالندوات ترى دكتور صعب الأسئلة دكتور شو الأسئلة السهلة دي غذاء الروح باقي غذاء الروح. طيب غذاء الروح ايه الصلاة لا لا ارفع يديك ارفع يديك لا ارفع يديك انا اللي جبته غذاء الروح واضح لكن انا خليني بكمل على اللي هو يعني طبعا غذاء الروح هو العباده والصلاه والقران والذكر والذكر والخلق كل شيء هذا يعني غذاء الروح ذكر العلم غذاء العقل والقراءه والندوات والحضور المجالس هذه ايضا غذاء العقل انت تسمع مبارك. قصيد كلمه طيبه شعر ابتسامه غذاء العقل القراءه ابغى واحد يعطيني اسم كتاب او كتابين في السيره النبويه سيرة النبوية اختار يا ابو عبد الله يلا عبد الله الدم الرحيق المختوم سير النبلاء سير اعلام النبلاء شوف والله يعني نص ونص يعني اعطي 250 اسالك الرحيق المختوم انا قلت في السيرة النبوية
كتاب صحيح. طيب الثاني سير اعلام النبلاء لا في الصحابه في الصحابه اعلام النبلاء ها منو دكتور دكتور مايك المايك متكي عليه المايك من هناك لا تتكي المخرج طيب دقيقه شباب واحد الصوت عشان نسمع عشان نسمع هذه 500 نقطه فيها برايم ولا فيها لا بس شباب الصوت ممكن فلاح لا تغش يا فلاح نحرمكم من السفريه لمكه ارفع يدك اليمنى 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 من هو هلا تغشيش نص واضحه ايه تغشيش تغشيش رياض الصالح ايش رايك يا عبد الله والله قدام الجماهير والقوم من هنا جاء واضح الفكره ما يحتاج نضربك الدوسري نشوف يا سلام عليه جاب خطا رياض الصالح والله ترى مزح يعني شيخ ديم خلاص كوره انا قلت شباب الصوت الصوت كتابين هو جاب كتاب صحيح الرحيق المختوم نبغى قال هذا المحب هذا الحبيب المحب صحيح لابو بكر الجزائري لكن اعطونا غيره الان كتاب واحد بس في السيره في السيره ها في السيره في السيره, في السيرة ها وش اسمه انت سلك انه هذا واضح جواب ها من مؤلفه نفس والامام احمد بن حنبل بعد الف بالسيره بس انه كتيب 142 صفحه تبغى تمشي على الدكتور ما هي ماشي لا لا والله انه صادق والله انا ما اعرف الكتاب انا اللي جاوبت الرحيق المختوم اللي هو صفي الرحمن مبارك فوري هذا جابه انا اللي اعطيته اللي جابه السنه النبويه بعد انت مثل خويك وش السنه ايش السنه النبويه دكتور عايض القرني عايض القرني عايض القرني وفي حديث يلا سريع دكتور الوقت طيب إجابة ما شاء الله عليك بس إجابة خاطئة خاطئة بعد إذن ها. خلاص ها. آخر جواب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في... ل... صحيح كتاب صحيح فيها ها. إجابة صحيحة طيب فلح وراك أنت متغشر على ما تأخذ النقاط أنت هلا غشك نص كيف تبون الله يقبل عمرتكم انتم تغشون بعض راح انتو طيب كتاب 250 خلاص هذا خلاص عبد الله العتيبي 250 نقطه يا كنترول تحيه عبد الله تحيه كلمه واحده اخيره ودي ال 250 والله كنت ابيها 500 اعطيها الشاعر اللي مو على كيفك اجتك لا مو على كيفك ما في شرائط هذا برنامج منافسه يجود علينا الكرام بنقاطهم ونحن بكرام نجودوا بنقاط الكرام نجودوا اجد على نفسك تبرع على الله يجزاك خير بوقف اليتيم لكن نقاطنا ما لك علاقه فيها طيب اجاوب انا وبهدي النقاط تهدي الواحد الشباب الشباب يلا سم ابو عبد الله بيهدي واحد انا اجاوب الاجابه اشهر كتاب هو سيره ابن هشام الله والله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله وانا اهدي مثل ما اهداها للشاعر انا اهديها للشاعر هنا العماني الله 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 سيف الجنيبي من سلطنة عمان يهديه الدكتور يا أباضة وين اللونج وين الشغل يهديه سيف الجنيبي 500 نقطة يستاهل وهذه من الضيافة على شعره والله كلكم تستحقون كلكم تستحقون ولا من قصور في احد ولكن يا دكتور 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 خالد دامك هديت سيف الجنيبي فانا بهدي عبد الله رقع 500 يستاهلها والله انه تم عبد الله لا خلاص ولا والله يستاهلها لا مردود عليك لا لان احنا نعطيك ما تروح تعطيه بعد افضل انت 500 انا غير كم عندك يا قلبي عبود اجل العدل يا ناصر 500 لسيف الجنيبي و500 عبد الله 250 عبد الله العتيبي وهنا في احد جاوب ما في احد طيب لا خلاص انتهت جمهورنا لكم سؤال 500 ريال في هاشتاج كاريزما 17 قلت لكم اكتبوا اي عفوا نايف اليامي 500 اسف نسيت والله 500 نقطة للنايف اليامي المحامي عنك الدكتور ما اقدر طيب جمهورنا في هاشتاج كاريزما 17
اكتبوا لنا وقف اليتيم ابشر بي ولكم جائزه 500 ريال مع وضع التصميم الخاص بوقف اليتيم تبع جمعيه البر الخيريه بالجديده. تبرعاتكم كثيره، اسال الله يحرم عن وجهكم النار، واعيد وازيد واقول ان الشباب فلاح العاصمي ومناحي الرجباني كذلك قالوا لنا فكره، اعيدها من جديد، بانهم راح يقولون يوم الاحد ويوم الاثنين يبغون هم زملائهم بالتعاون يقيمون حملة، شرطت عليهم بأن يكون الضيوف أقوياء، بأن يكون فيه أفكار إبداعات تميز تمتع المشاهد وتجعل في تعاون بيننا وبين المشاهد لإكمال وقف اليتيم تبع جمعية البر الخيرية بالجديدة. وعطيتهم عرضنا، قلت روحوا للمكة خذوا عمرة وشوف الوقف، معكم مخرج ومصور، ونقولوا للناس اللي تشوفونا وجيبوا المادة معكم نطلع على الشاشة ونقول عيالنا شافوا كل شيء قدام عيونهم وشافوا الجمعية وعملها. فإحنا اليوم نبي نوقف مع اليتيم وكل شيء واضح، مصرح للجمعية عن طريق المركز الوطني للقطاع غير ربحي، أسفل الشاشة موجود تبرع بأمان، يعني أنت مشاهد ما في شيء الآن مغبى، كل شيء قدام العيون، بإمكانك تصور الباركود وتدخل وتشوف تصريح بجمع التبرعات للجمعية عبر شاشة قناة الواقع عبر السوشيال ميديا، لهم ترخيص بجمع التبرعات، يعني فلوسك اللي تحولها تروح لأرقام رسمية وموثقة ومتابعة من الدولة ومتابعة من الجهات ذات العلاقة. فاليوم حنا مع اليتيم طمأنا أنفسنا الآن بأن هالمبنى بنكمله وبنوقف وقفة رجل واحد لإكماله، 23 ألف واحد من إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، من 300 ريال نقدر نفرح اليتيم ونقدر نفرح أنفسنا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعيالنا، حتى الله سبحانه وتعالى يحفظ عيالنا وبيوتنا ومجتمعنا من الآفات والهلكات والمصائب والكوارث بالتبرع لمثل هالوقف، وقف اليتيم تبع جمعية البر الخيرية الجديدة. الآن ترى في دقيقة نقدر، أقسم بما أحل القسم وأنتم تبرعتم والحضور تبرع، أن التبرع ما يأخذ أقل من دقيقة، لكن نكون مع الرك محلقين ومنفقين ومتصدقين ليحبنا الله، ثم نكون مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، لأننا نحب محمد، لا نجعل الكلام بس قول بلا فعل، للفعل أن نتبرع ونكون جنبه مرافقين له عليه الصلاة والسلام في الجنة. المبنى باقي 50% أو أقل من 50%، اليوم نقول يا زيننا لو كملنا الوقف وأسعدنا الأيتام اللي يتابعونا الآن. الرقم الجمعية أسفل الشاشة، أسعدوهم أفرحوهم وأنسوا صدورهم، خلوا الجمعية الله يجزاهم خير يعطونهم مصروفهم في الدراسة ودراسة مقبلة، الكسوة الشتوية والكسوة الصيفية. تعليق أخير دكتور خالد عن وقف اليتيم، ودعاء من القلب لكل من ينفق من آبائنا وأمهاتنا وأخوانا وأخواتنا ليسعدوا اليتيم ليسعدهم الله. ما في شك الحقيقة، أنا أقول دائما الذي ينفق يعلم علم اليقين أن الله وفقه لهذا الإنفاق، اصطفاه اختاره الله. نعم ما في شك، الله اللي أعطاك المال، الله اللي أعطاك المال والله اللي وفقك لتنفق هذا المال. يا الله، هذا نعمه ومال الله. نعم، المال مال الله سبحانه وتعالى، فهذا كرم من رب العالمين ان الله يوفق. شيخ مايكك الشيخ صلح جلستك، يقول لو طلع المايك برا يا شيخ ولا هو داخل. اي خلاص انك ضاغط عليه. ما ضغطت عليه ما ادري، عاد المهندس صوت يقول كذا. طيب اسفين والله يمكن. لا لا اسمع يا شيخ، فتخيل انت وانت تنفق في ناس ممسكين، فالله يختارك انك تعمل الصالحات وتنفق وتؤدي الصدقات، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. يعني توفيق من الله اول ما في شك، كل عمل خير وتوفيق من رب العالمين. يعني لما تفتح الجوال انا اتبرع، الله وفقني ويحبني عشان كذا خليني اتبرع، ما في شك انها توفيق من رب العالمين، هذا لا شك فيه. اي عمل خير تقوم به هو توفيق من رب العالمين، لا تقول انا ولا ما انا، وانما اقول الحمد لله ان الله وفقني أني أنفق هذا المال، هذا الأمر. الأمر الثاني أنك تنفق بتوفيق الله ثم يأجرك الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. الله أكبر، شفت كرم غير هالكرم؟ لا، كرم رباني سبحانه وتعالى، الله يوفق أنك تنفق ثم يأجرك عليه، يعني يكرمنا فيغدق علينا بكرمه هو. والله يا أخوان هذه من العجائب، يعني معادلة جميلة. سبحانه وتعالى، فيعني جبد الوقف، عفوا الوقت توقف، لكن ان شاء الله الوقف ما يتوقف. يا الله يا الله، ان شاء الله انه معنا الخير. 23 الف واحد اخواني واخواتي، ترى المقصودين انتم، يعني الان لما ادخل بث اليوتيوب في 3000 و 4000 مشاهده، ترى لو انفقنا ما استطعنا 100 ريال 250 10 سهم الشامل، احنا حسبناها حسبه لنسعد فقط وتسعدون ايتام، ترى 300 ريال
وميزة أول لك في 300 ريال كل شهر يأخذون استقطاع 300 300 300. الآن هالأوقاف فيها ميزة أنها 300 مرة واحدة مدى الحياة وبعد الممات وأجرك ماشي، زائد أنه داخل حدود الحرم مضاعف الأجور هناك كما قال العلماء، زائد بأن ترافق محمد صلى الله عليه وسلم، زائد يعني والله واسع العليم. يكفي قال الآية قبل شيء الدكتور خالد الوقف سبحان الله أنا دخلته يعني شوف كيف ترى يبني أوقاف على فكرة يا دكتور. ما شاء الله أقول لك فكرة بس ما شرحت لك. الوقف هذا داخل حدود الحرم واللي مستأجرين منهم يا دكتور براندات عالمية مثل دانكن دونتس وغيرها، فرأس مال العمارة والمبنى اللي نشوفه بيرجع خلال 3 سنوات فقط، تخيل، لأنه سعر على الشركات العالمية مرتفع غير الشركات الثانية. في البراندات العالمية هذه يقولون الجمعية كما أخبروني الجمعية يقولون ترى معطينا مهلة يا أما تكملوا وقفكم يا أما شفنا لنا عمارة ثانية. ما شاء الله تبارك. فالآن نبغى نقنص هالفرصة ونكمل وقف الجماعة علشان خلاص يبدون الجماعة والعقود ما تنقطع، لأنه لو طلعوا الشركات العالمية تعرف الإيجار في مكة رأس المال ما يرجع إلا بعد كم؟ بعد 15 سنة و20 سنة ولا لا؟ إحنا عشان كذا اليوم نبغى نكمل وقفهم اليوم حتى البراندات العالمية تبقى. ما شاء الله تبارك. إن شاء الله ربي يوفقها. أقول لك من الأوقاف اللي أنا دخلتها شوفها عشان تعرف كيف بركة الوقف، الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. وقف العثمان بن عفان دخلته أنا دخلته الله يعني 1400 سنة مستمر وتغديت في المزرعة ما شاء الله بئر روما. تعال اسمعوا عنها. أي نعم اللي شراب اليوم. فلو حصل فرصة بعدين ممكن نجيب قصتها يعني نعلم كيف البركة الله سبحانه وتعالى يبارك مثل الأوقاف. طيب شباب اطلب الدكتور الحلقة يوم الأحد الجاي يكون معنا. أنا ودي أن تظن الدكتور يعطينا وعد أنه يكرر الزيارة. الله يسلمك يكرر الزيارة شيخ. إن شاء الله بتجينا حط طالبينك إن شاء الله بتجينا. ما يحتاج إن شاء الله بتتم. هذا الرجال هذا يا أمير أمور حنا النفس الله يرضى عليك. الجلسة معك طيب النفس إن شاء الله أنك بتجينا. الله يبارك فيك الدكتور خالد دايل. أذكر الدكتور الله يرفع قدرك بارك سيد راصد. الله يسلمك الله يسلمك. ان شاء الله نرجو حفتنا الملائكه على كلام الدين والكلام الطيب هذه. الله يسلمك. وابو عبد الله دايم عودنا يجيب لنا ذله من الطيبين شروه من عندي. شراك الطيب شراك الطيب الله يرفع قدرك جزاك خير. الدكتور الاستاذ دكتور البروفيسور طارق الحبيب قال كلمه عن الرجل الماثل امامنا الان دكتور خالد الدايل. قال هو فيما معنى كلامه، قال كالبلسم على القلوب فرسائله تصل رغم اسلوبها الهادئ لكنها تصل فتغير في الناس. فزادك الله من واسع فضله. الله يحبك في الله ونعزك سبحان من طرح لك القبول عند البشر. نسال الله ان الله سبحانه وتعالى اذا حب عبد انزل محبته على ملائكته وتنزل الملائكه على ويجعل الله له القبول في الارض. فانا انا احبه ما ادري عاد انتم تحبونه ولا لا. الله يسلمك والله الله احبكم ويرفع قدركم. هذا يقول احبكم يقول احبك واحب الهلال. طيب عبد الله العتيبي انا في خاطري شيء احس ان ما ودي نقصر يعني نقاطك عن ان الرجال ياخذوا 205 كلهم 500 لنت وانت والله قدرك كبير وعالي. فانا بقول شيء مشروطه بامر ان اذن لي الدكتور نقوم لانه سلطان البريك بيقلطنا على العشاء لكن احنا واقفين. ابغاك تتكلم للي تبرعوا الان وللي بيتبرعون لوقف اليتيم تبع جمعية البر الخير الجديدة. أن أنت أثرج صدر الشيخ خالد وأنا والحضور في 250 هذه الثانية ترى هي لك. أنا والله خلنا نقوم خلنا نقوم. ودي أتكلم عن هذا الوقف وهذا الشيء يشرفني وأتمنى الأجر من الله سبحانه وتعالى. طلع الكاميرا. الشيخ ما الشيخ تكلم كلام طويل و احنا نبغى كلامك الآن. كفى ووفى ولكن أنا عندي لمسات خفيفة. المايك شغال؟ عندي لمسات خفيفة في هذا الموضوع. احنا الحين لو نتعامل مع شخص كريم زين تلقانا نحسن الظن فيه ولله المثل الأعلى أكرم الأكرمين سبحانه. والله سبحانه وتعالى يقول تاجر تجارة مع الله لن تبور وسارعوا ويا باغي الخير أقبل هذا خير ولعل الله يصطفينا إن شاء الله جميعا. وأنا والله متشرف بأن يتكلم في هذا الكلام للأيتام والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وخاف اليتيم كهاتين. طيب 23,000 واحد الحين تابعونا عبر الشاشة من إخواننا وأخواتنا. الحين لو قلت لك مسموح لك ناظر بالكاميرا واطلبهم طلبة خاصة عشان يتيم، مو عشان ناصر ولا عشان دكتور خالد ولا عشان الحضور، علشان يتيم اللي فقد أبوه تحت سن 15 سنة والمدرسة مقبله يبغى لها مصروفها وكذا، والجمعية تقوم على ذلك من خلال الوقف اللي في مكة، جمعية البر الخيرية الجديدة. هذه كاميرتك ناظر فيها وكلم 23,000 واحد اللي بيتبرعون بالسهم الشامل 300 ريال أو بأقل أو بأكثر. أنا أقول أمة محمد فيها خير والله، وهذول إخواننا وعيالنا وهذول أبنائنا
والرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكانت التمرة مع أم عطت أبنائها، فكيف بشريحة أيتام أبنائنا؟ إحنا نتعامل مع رب كريم ونطلب من الله سبحانه وتعالى الجنة، فانفق ينفق الله عليك ونرجو من الله سبحانه وتعالى انه يصطفينا وانه يعطينا من الخير. والله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام يقول الصدقه تطفئ غضب الرب، ونحن نتاجر مع الله تجاره مع الله لن تبور ان شاء الله. امه محمد فيها خير باذن الله والله، وان شاء الله ان الوقف هذا منتهي باذن الله، ويقيض له الناس باذن الله بينتهون سبحان الله. على طاري يقيض له الناس، الان ارسل لي واحد هنا، شوف دكتور، يقول اخوكم سعد محمد بن عنزه مشرف تربوي بتعليم منطقه عسير، وننقل لعامه الناس هذا الوقف، وقف اليتيم تبع جمعيه البر الخيريه الجديده، ونعدكم باذن الله باقفاله واكماله بايصاله لرجال الاعمال، يسرني ان تعلن ذلك. فتحيه سعد محمد على هذا الهم. جزاه الله خير. ابو عبد الله، تعليقك على سعد وتعليقك على الرجال الجميل اللي اذا انطلق انطلق ما شاء الله عليه. انا اقول يعني اثنى على الله سبحانه وتعالى، ما هو يستاهل 250، يستاهل ما شاء الله كل خير. يا سلام، تحيه لعبد الله 250 النقطة يستاهلها، بيض الله وجهك. وهالمبادرة من الأستاذ سعد الرجل التربوي الكريم، بيض الله وجهك. إن شاء الله أنها مبادرة طيبة، وقد يكون سبب فعلا في إكمال يعني الوقف عن طريق أحد رجال الأعمال، نسأل الله ذلك. يعني يا رب يا كريم، عاجلا غير عاجل يا رب يا كريم. طيب الآن وعدت الجمهور ب 500 ريال، نقول ألف مبروك، ألف مبروك لمن فاز أو فازت معنا في هاشتاج كاريزما 17، شرطنا أو قلنا بأنه يكون في كتابة اسم وقف اليتيم أبشر بي مع وضع التصميم، هذه شرطين، تصميم الخاص بوقف اليتيم تبع جمعية البر الخيرية بالجديدة، ونقول ألف ألف مبروك. وسمع لنا منيب كذا شيلة ولا شيء عشان نروح نتعشى، وين سلطان بن ثقل؟ سمعتونا، خليه يجي يقلطنا. ها؟ يقول أنت اللي قلط. احنا طيب، ألف مبروك، ألف مبروك لمن؟ 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 وين راح؟ طيب تختار؟ بس ما تقرا الهاشتاج. لا يلا سم تمون. لأن سميناه شيخ شاعر اليتيم. يستاهل. جزاه الله خير، شاعر الأيتام. لأنه كتب قصائد على الأيتام لوقف اليتيم تبع جمعية البر الخيرية الجديدة. طيب. انت اخترت اول واحد، طيب الناس اللي لهم ساعه يكتبون عد ارفع فوق تحت اي فوق تحت فوق تحت اي لا الناس لهم ساعه يغردون الاف لا تقرا على طول اصبعك هذا التصميم قصدك ايوه هذا طيب طيب يلا تعال 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 سمي سيف سم الله عداك طيب شباب عشان الكاميرا وراكم خويك كيف يجيب المخرج؟ لازم تفهمون النظرة الإعلامية. لا لحد لا. أقول والله ما ودنا. علومك طويلة يا. أقول بيض الله وجهك على الضيوف اللي أنت تجيبهم لنا كل يوم. وجهي مو بوجيهي. وجهك وجيههم على حضورهم. ما ودنا احنا نختم، قبل لا نختم سلمت. أبى أتبرع بسهم ببنية والد الشيخ فلاح. الله يغفر له الله يغفر له والد الشيخ فلاح رحمه الله عليه متوفي أظن. لا يا شيخ فلاح. الله يجعله في الجنة، فأخوياه ما نسوه. الله ما شاء الله. تعليقك على الموقف البطولي والرجولي والإنساني، وش نسميه؟ الله يبارك. هذا نقول اللي أول ما بديت قلت الحين هالألفة والمحبة وسلامة الصدر ومحبة الخير للغير، الله يبارك فيك. وأنت كريم وفلاح يستاهل، وأبوه صلى الله عليه المغفرة والرحمة، والدين وجميع موات المسلمين. تعليقك يا فلاح، تعليقك يا فلاح على تبرع زميلك سيف السالم بنية والدك رحمة الله عليه، وش تقول؟ أقول ما هي بركات السيف الأولى، بركاته في أدبه وأخلاقه واحترامه قبل. الله والله يوفقه بهي وجهه. رحمة الله على والدك. نسأل الله يسكن فسيح جنانه ويجعل فردوس عن الجنة. وجزاك الله خير يا سيف، أدخلت عليها السرور. ومثل الصدقات اللي تقدم للموتى، للموتى تصلهم الصدقات في قبورهم، صلى الله يجعل قبورهم نور وضياء وفسحة وسرور. وأن يا زين سيف، شوف كيف فرحة سيف فلاح بالتبرع. كذلك من في قبورهم اليوم ينتظرون بأن تقدم الصدقة على طبق لأبائنا وأمهاتنا أخواننا وأخواتنا جيراننا من عز نغلي في القبور اليوم، ينتظرون فرحة ونور وضياء وسرور. توكلنا على الله. دكتور خالد فلاح، عاد الله يجعل ولدك في الجنة، لا تبكينا معك، صلى الله يجعله في الجنة. اللهم سم سم يا نايف. اي تفضل. الله يجزيك خير. انا اتبرع.
والكاميرات الله يرضى عليك. سلمت. انا اتبرع بنيه ابو مناحي. ابو مناحي الله يرحمه. ابو مناحي اللي هو رجباني الله رحمه الله والدك توفي رحمه الله عليه. الله يسأل الله يجعله في ميزان حسناتك. نايف على المبادره الطيبه. يزين المبادرات ابو عبد الله تعليقك على المبادرات. والله يا اخي اؤكد الحقيقه مره ثانيه على هالاخوه والمحبه ما شاء الله عليكم. يعني تفاعل هذا تفاعل المسلم مع اخيه ومع يعني اخوانه حتى لو انه يستشعر ان الوالد متوفي والده يعني والد الجميع. ونحن ندعو للمسلمين جميعا امواتا واحياء ما بالك عاد انه يكون معك وزميلك تدعو له تتبرع عنه وتصدق عنه. هذا حقه يعني عمل راقي جدا والله يبارك فيكم والله سبحانه وتعالى يتقبل منكم هذه الصدقات ويجعلها امامكم في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. والصدقات ميزتها تصل للاموات يا شيخ ولا لا؟ ما في شك تسعدهم ما في تربحهم شك. ما في شك حقها يعني تصل صدقه جاريه في نفس الوقت بدون سيئات. الله اي نعم. يعني الان الميت اللي يصل له اجر من دعاء مثلا ولده او يعني احد المسلمين او صدقه جاريه فتكون له حسنات بدون سيئات وتمسح السيئات. الله اكبر الله اكبر. فهذه شو بعض الناس ما ينتبه لها تمسح السيئات حتى منهم في القبور حتى لو في القبور. يعني اللي ميت الان عنده سيئات الصدقه اللي انا اتصدق الان بنيته تمسح سيئاته؟ نعم. لا اله الا الله. يعني الدليل انه في الحديث انه ياتي يوم القيامه يقول يا ربي هذه جبال حسنات يا ربي من اين لي هذا؟ كان يظن انه يعني بيدخل النار ثم يجد هالحسنات امامه تدخل الجنه. الله اكبر. قال هذا بدعاء ولدك لك. الله اكبر إيه؟ الله اكبر. فكيف بالصدقات كذلك نفس الشيء. الله اكبر. والله معلومه جديده عليك شيخ. جزاك الله خير بيض الله وجهك لانه احنا نحب اناس فقدناهم وغادروا الحياه انتقلوا من هذه الدنيا الى القبر فنبي نقدم لهم شيء. تلقون الناس يحفرون ابار لهم واللي يتصدق بما في الشوارع احيانا. الان رسلت رساله ان اذا تصدقنا لهم الخير الجديده كان نقول يعني في سيئات عليك وانا احبك في قبرك انا بنظفها لك انا ببعدها عنك انا بخليك نقي تواجه الله سبحانه وتعالى بنقاء وصفاء عالي. يعني لا والامر هذا من اللي قاله مو انا ولا احد ثاني اللي قاله والله سبحانه وتعالى. الله وش ان الحسنات يذهبن السيئات يذهبن السيئات. يا الله ما خصها الله في الحياه الدنيا في بالعموم. الله اكبر. اي نعم. الله اكبر. اذا اكرموا موتاكم اليوم بالصدقه عنهم وهالبوابة جعلناها بين يديكم ومشروع ما باقي عليه إلا القليل 23 ألف واحد اليوم منكم. أعتقد أنه عندكم أموات وفي ناس أحياء فاسعدوهم اليوم. خذوا بطاقات إهداء من الجمعية خذوا صك كبالة يتيم الجمعية رقم جوالهم أسفل الشاشة. أسأل الله أن يجعلكم أجعل كل ما تقدمون ميزان حسناتكم وأن يرحم موتاكم وأن يجعل موتانا وموتاكم وموتى المسلمين في الدوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء. ما أجمل أن نقدم ونعطي ليعطينا الله نكرم ليكرمنا الله. أسعدوا موتاكم واجعلوهم اليوم أنقياء فيهم الصفاء يأتيهم تأتيهم الصدقة هذه مع طبق من نور يعرفون على فكرة. والدكتور يصحح لي هل يعرفون بأنه قدمت الصدقة من ابنك فلان بنتك فلانة صديقك فلان؟ لأني سمعت الله الله أعلم لكن طيب إيه لكن كتاب الروح الله أعلم لكن المؤكد أن الحسنة تصلهم هذا هذا وهذا هذه الزبدة. نعم نعم. تنور عليهم قبورهم تمسح سيئاتهم ترفع بدرجاتهم كل هذه يعني يا سلام. هو ذكر في كتاب الروح اعتقد ابن القيم بان تصل على طبق من نور للموتى تسعدهم ويعرف الميت انها من ابنه ولا بنته ولا صديقه ولا جاره والا اي فلان او فلانه. فاسعدوهم اليوم اجعلوا قبره ممكن يعني لو مقدر عليهم نار بيرحمهم الله على كلام الشيخ حسنات من السيئات فيدخلهم الجنة برحمته بسبب صدقة الآن لم تلقي لها بالا. فأسعدوهم أسعدكم الله وأسعدوا الأحياء. ثم عشاكم الله يحييكم الله سلطان من ثقل هو يعشيكم اليوم ما شاء الله الله يغنيك كثر خيره. تفضل يا فلاح شيخ فلاح الله يجعل أبوك الجنة. اغتنم معنا الحياة دايم املاها بخير اغتنم معنا الحياة دايم املاها بخير.